متابعي قناة التحرير حصة سكور سبور، سعداء بلقائكم وعدد جديد من حصة سكور سبور. هذا العدد سيكون مخصص للحديث عن دورة المرحوم محمد العيد الشويخ لكرة القدم المنظمة في تغزوت، وأيضا سنتحدث عن تتويج فريق نادي العرايبة بهذه الدورة. وللحديث أكثر حول كل ما يدور حول شؤون هذه الحصة، سعيد باستضافة السيد عباس تاتا مسؤول تنظيم في الدورة. أهلا بكم سيدي معنا. مرحبا شيخ بشير، ونشكرك على الاستضافة هذه. نعم، لا شكر على واجب. أيضا سعيد باستضافة السيد بن عمر جيلاني مسؤول مدرب في فريق نادي العرايبة لكرة القدم. أهلا بكم سيدي معنا. أهلا بك أستاذ بشير، وشكرا على الاستضافة. نعم، لا شكر على واجب. أيضا سعيد باستضافة لاعب في نادي العرايبة عز الدين ضب المدعو عزو. أهلا بكم سيدي معنا. أهلا بك شيخ البشير، ونشكركم على هذه الاستضافة، أعطيكم صحة. نعم، لا شكر على واجب. أبدأ معكم سيد عباس مباشرة في صلب الموضوع، كيف كانت تحضيرات لدورة المرحوم محمد العيد الشويخ لكرة القدم؟ مشكور أخ بشير. بالنسبة للدورة، كنا في كل تقريبا موسم صيفي نظم دورة، نعم، سواء في الأواسط أو سواء في الأقبر. الموسم هذا اخترنا باش نظم دورة باسم المرحوم الشيخ محمد العيد. الشخص هذا معروف على مستوى بلد تغزوت، إنسان خيري، إنسان خدم البلاد، إنسان أحد داعية البلاد. نعم. وتوفى ربي يرحمه في كورونا. في الكورونا، نعم. اخترنا باش ننظموا الدورة هذه باسمه ترحيم الله، وباش نفكروه باش ذاك. نظمنا الدورة على أساس باش تكون باسمه. شارك معنا تقريبا 14 فريق، لكن في الأخر اخترنا 12 فريق. نعم. قسمناهم ثلاثة أفواج. كل فوج بأربع فرق. نعم. وانطلقت البطولة في ظروف عادية جدا، من الدور الأول للدور الثاني للدور الأخير. امتدت شهر كامل البطولة؟ تقريبا شهر. شهر. تقريبا 28 يوم أو شهر تقريبا. نعم. شكرا سيدي. مشكور. سيد جيلاني، أدخل معكم أيضا في خصوص ما يخص فريقكم التتويجي بالدورة. كيف كانت حصيلة نادي العرايبة في هذه الدورة بالأرقام؟ وهل كنتم صراحة عندما شاركتوا في هذه الدورة، هل كنتم تتوقعون يعني التتويج بهذه الدورة في ظل الأسماء النوادي المشاركة فيها؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. طبعا بعد الشكر وثناء لكم ولشخصكم سي بشير. نعم، شكرا. شكر أيضا موصول لقناة التحرير. نعم. عبر الويب الفضاء هذا الجواري الذي طبعا هو نافذة وهو أيضا متنفس، هو العين. نعم. المواطن على مستوى الولاية وغير الولاية. نعم. وشكرا على إتاحة لنا هذه الفرصة طبعا نعبر على مشاعرنا، يعني نعرف أيضا بالفريق. ويعني شكرا على وجه منبر قناة التحرير مفتوح لكم في كل وقت. شكرا مرة. نعم. أخرى. نعم. في البداية رقم واحد، وهذه من يعني أهداف ومن شيم فريق العرايبة. نعم. أننا نتفاعل تفاعلا إيجابيا مع كل ما يحدث في الوطن، يعني إن على المستوى الولاية أو على المستوى الوطني. حري بي باسمي الخاص وباسم جميع منتسبي فريق العرايبة أن نقدم أسمى آيات التعازي لأهلنا في ربوع وطننا الذين طبعا أصيبوا بالحرائق الأخيرة. نعم، رحمة الله عليهم أجمعين. رقم اثنين، كما لا يفوتنا أيضا أن يعني نبارك ونهني يعني أبنائنا المتوجين في الامتحانات، سواء امتحان نهاية التعليم الأساسي والبكالوريا. نعم، التعليم المتوسط، شهادة التعليم المتوسط، وكذلك شهادة البكالوريا. نعم. نأتي الآن إلى ما يعني تفضلت به، وهو قصة النجاح التي يعني أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. طبعا في البداية يعني الجمهور الرياضي. نعم. الذي يتابع طبعا منهم الرياضة يعرف قصة منتخب الدنمارك في سنة 1998 لما شارك في اليورو المنظم في السويد. في السويد. نعم. هذا المنتخب استدعي كآخر منتخب. نعم. بعد ما فرضت العقوبات على يوغوسلافيا كما تعلمون، لم يتأهل في التصفيات. بالضبط، لم يتأهل في التصفيات. فاللاعبون طبعا تم دعوتهم من طرف الاتحاد الدنماركي بعد الدعوة التي يعني وجهت لهم من طرف الاتحاد الأوروبي. نعم. كانوا نعم. في منتجعات، وكانوا في المصائف، وكانوا في عطلات صيفية. نعم. في عطلاتهم الصيفية. نعم. بالتالي دخل المنتخب ويعني وأمن بحظوظه، ويعني لعب حسب يعني الإمكانات. نعم. اللي وحسب الظرف اللي راه فيه. نعم. فتوج في الأخير.
نحن يعني لما درنا عملية إسقاط نجد نفسنا وقعنا نفس الظروف التي عاشها ذلك من المنتخب. نعم. هي الظروف التي عاشها العرايبة. نعم. شوف الفريق أو نادي العرايبة كان آخر فريق يلتحق بالدورة، وهذا ربما روي يشاطرني فيه سي عباس هو أعلم لأنه مسؤول. نعم. طبعا يعني التنظيم لحقنا كآخر منتخب أو آخر عفوا نادي، والدورة راهي الآن يعني مجريتها كلها راهي تمشي. نعم. حتى أننا لم نحضر لا يعني اللقاءات التحضيرية المسبقة هذيك اللي متعلقة ولا بالقرعة ما حضرنا لهاش. نعم. العلاقة أو علاقة الصداقة التي ربطناها يعني بين الـ 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 يعني رياضي تغزوت أو بيننا وبين الرياضي يعني تغزوت هي التي جعلتنا الحقيقة أننا نوعا ما نغامروا. نعم. لأن الـ 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 في اللحظات الأخيرة شوف فريق يدخل ليس لنا يعني كما يقول يعني خيارات كبيرة جدا، لأن اللاعبين كل الآن خلاص هم التحقوا بالفرق الأخرى في هذه الدورة أو في الدورات الأخرى المنظمة على مستوى الولاية. زد على ذلك دخولنا في آخر لحظة معناها الآن أراه منسوب التحضير الذهني يعني والنفسي أراه قليل جدا. إنما أمننا بحظوظنا وأمننا بما لم تكن يعني الهدف المسطر لم يكن هو هذا، هو الفوز بالكأس بكل صراحة. قلنا أننا نقدم عرض يعني يشرف ونخرج بأقل الأضرار، حتى أن يعني نقول لك الآن أسمى طموحاتنا أننا نجوز فقط المهم الدور الأول. نعم. نجوز فقط للدور الأول. يعني هذه أقصى طموحاتك في البداية. أقصى طموحاتنا. نعم. وهكذا يعني رويدا رويدا حتى وصلنا إلى ما وصلنا. يعني الشهية أتت مع الأكل يعني. بالضبط. كما يقال. نعم. والله في واحدة جزئية أخرى. طبعا إحنا الآن. وهذا ما زاد في حلاوة التتويج. يعني. وهذا ما كنا نحدث به يعني اللاعبين في كل لقاء نلعب أصلا ذات يعني كل لقاء يعني وخطة. الخطة هذه الآن تقنية ولا خطة أيضا يعني نفسية ولا يعني هذه الدعائم وهذه الوسائط هي التي نغرزها في شبابنا وفي مجموعتنا وهي التي مكنت من الوصول إلى هذه النتيجة. أذكر أن كنا نتحدث مع اللاعبين قلنا لهم شوفوا هذا بعد ما يعني اتأهلنا إلى في الدور دورنا لا 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 ما قبل دور نصف النهائي. نعم. مع الطرفاوي. الطرفاوي هو الفريق الذي كان يعني في مجموعتنا وهو الذي يعني صراحة يعني كان فريق منظم كان المرشح مرشح فعلا. نعم. وفريق. نعم. يعني بصراحة معدل العمر يعني يسمح بذلك. فريق هذا الآن يعني خسرنا معه في اللقاء الأول 2-1 لقاء الافتتاح دور مجموعة. نعم. نعم. قلنا لهم شوفوا هذا الفريق يعني هذا بعد ما يعني بعد عودنا التقينا في الدور نصف النهائي. نعم. قلنا لهم شوفوا الفريق هذا الآن أراه فاز علينا في اللقاء الأول، أظن أن الآن العملية نتاع الإسقاط قلنا لهم كاين في سنة أيضا 1988 إذا كان تذكر الشيخ عباس يذكر ربما يعني اليورو تاع 88 المنظم في ألمانيا لما هولندا يعني توجت بالكأس وخسرت لقاء الافتتاح وكانت خسرت لقاء الافتتاح مع فريق الذي يعني فازت عليهم بعدها في الليل وهو فريق الاتحاد السوفيتي. نعم. هذه هي الآن يعني الجزئيات التي عملنا بها وأمثلة عديدة يعني إسبانيا سنة 2010 يعني إسبانيا. نعم. سنة 2010. نعم. يعني الأرجنتين في كأس العالم الأخير. نعم. كل هذه الجزئيات يعني أصبحنا نلملم في هذه الجزئيات من أجل أن نؤهل اللاعبين تأهيلا يعني وتحضيرا نفسيا يعني يمكنهم من يعني ولوج ويعني ويمكنهم يعني من السير بخطى واثقة، لأن ربما الشيخ عباس هو الذي يعطي الإحصائية. شيخ عباس عندك القائمة نتاع الفرق كامل وعندك يعني تواريخ ازدياد اللاعبين تجد أن فريق العرايبة هو الفريق الأكبر سن يعني حتى هذا الآن يعني حافز آخر خلى اللاعبين يعني. نعم. وصلنا الحمد لله زائد يعني جزئيات أخرى متعلقة ب يعني الصورة الانضباطية انضباط اللاعبين صراحة كان يعني خارق للعادة، انضباط أيضا يعني المسيرين في النادي كل يعني هذه الأمور كامل خلتنا الآن نوصلوا إلى ما وصلنا إليه والحمد لله رب العالمين. ينطبق فريق العربي ينطبق عليه ذلك المثل إيجي إيجي كما يقال إيجي طلع غلب بالكل. نعم. نعم. أبقى معكم دائما ممكن حتى الأخ عز الدين يشاركنا في الأمر. سؤالي من جزئين، حصيلة النادي بالأرقام من دور المجموعات إلى غاية الدور النهائي، ويعني صراحة في أي لحظة أدركتم أنكم يعني قادرين على التتويج باللقب؟ شوف خاصة بعد أخي البداية المتعثرة. نعم. بعد البداية المتعثرة أخي بشير يعني هي طبعا الحمد لله كان في البداية في أول لقاء لنا يعني ما زلنا يعني مقابلات أخرى قلت لك الآن لملمنا هذه الصور الرائعة في العالم وفي الوطن إلى غير ذلك للاعبين
اللاعبون آمنوا بحظوظهم، اللاعبون يعني بكل صراحة خاصة يعني لما أعطيناهم الحصيلة، حصيلة الفريق اللي بين ظفرين، فريق يعني إعادة هيكلة الفريق هذا الآن كانت في فيفري 2022، إعادة هيكلة الفريق في 2022 فيفري 2022. منذ ذلك التاريخ إلى ما قبل الدورة أجرينا ما يربو أو أكثر من 30 مقابلة، نتحدث عن المقابلات يعني العادية يعني فوتا 11 اسمها، هذا تحضير لكأس إفريقيا لا ولم نكن يعني صراحة وليس لدورة فقط، وجبنا فيها هذه اللقاءات يعني ليس فقط على مستوى الولائي، طبعا هو الأغلبية على في للملاعب على مستوى الولائي ولاعب وفرق على مستوى الولائي يعني رحنا لها ويعني ومدينا جسور نتاع يعني تعارف بيننا وبين يعني هذه، وهذا الأهم في مثل هكذا الدورات، هو الأهم وهذه من أهداف فريق العرب. نعم كما نعم أننا خرجنا أيضا خارج الولاية نعم إلى ولاية يعني تجرت إلى ولاية بسكرة، إلى يعني قمنا بعديد من المقابلات. قلت أن لما الدعوة الكريمة التي يعني حظينا بها وشرفنا بها من طرف منظمي دورة تغزوة الكبرى نعم بحقيقة أصبنا بتحرج كبير نعم أننا معناها يعني وش راح نقول لك الاستعداد الوقت هذاك الآن حتى أن نطاقم يعني مسير مش حاضر كامل، قلنا الآن يعني يقع العبء على واحد نعم بلاك الآن تكون يعني فيه مشكلة نعم زد يعني قلت لك الآن اللاعبون يعني أغلبية اللاعبين يعني اللي حتى باش نطعموا بهم يعني يراهم في دورات أخرى، قلنا الآن يعني خلي نتريثوا معليش الآن ما زلنا الآن، وإذا به حصل يعني نوع من حصلة استشارة أو أطلقنا استشارة فيما بعد لأن كان من يعني من اللاعبين اللي حب يشارك، مرة قلنا الآن يعني إحنا نحن كمسيرين نطلق هذه الاستشارة للقاعدة وللمسيرين وكذلك ونشوفوا، خرجت الأغلبية أنها قالك يا سيدي المهم نشاركوا في آخر لحظة، وشاركنا في آخر لحظة والحمد لله وصلنا يعني يعني كنا نلعب يعني كل مقابلة يعني بي 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 كل مقابلة بخطة حسب الإمكانات أو حسب ما هو متوافر عندنا من إمكانات على الورق. أنت لما تشوف أن الفرق اللي لعبنا معها كامل هي يعني مصنفة يعني كتشكيل وكمعدل عمري وك يعني لاعبين مؤهلين وهم ينشطون أيضا في ولها باع كبير في الدورة بالضبط نعم بالضبط. هؤلاء الآن كيف تتجاوز هذه يعني هذه 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 العتبات وهذه العقبات؟ يعني نقول لك الآن العامل النفسي زائد يعني الخام المتوفر عندنا الآن من خبرة أو من يعني انضباط ايضا يعني تكتيك وفهم لي يعني مجريات اللعب داخل المستطيل الاخضر هو الذي مكننا من النجاح والتوفيق. نعم شكرا سيدي. سيد عز الدين اوجه لك السؤال الثاني، السؤال كيف كانت تحصيل النادي بالارقام يعني منذ بدايه الدوره الى غايه الدور النهائي، ايضا انتم بينكم كلاعبين يعني ما هو السر يعني اللي خلاكم تتالقوا رغم البدايه المتعثره يعني تداركتم الامر وتاهلتم الى الدور نصف النهائي في كوهلة اولى ثم الدور النهائي وتتويج باللقب؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم نترحم عن الشيخ محمد ليد الشويخ نعم رحمه الله عليه ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع نعم عليه. اما السر في الشيء هذا اننا دخلنا الدوره بدون ضغط نعم نلعب اسلوب ما عندناش ضغط نعم يعني ربحنا نعم كانت بعيده عنكم يعني بعيده علينا نشوفوا الشيء هذاك بعيد علينا لان نعم علاش وصلنا متاخرين للدوره نعم وبين اخذ ورد قلنا هيا نشاركوا كي شاركنا ما عندناش باش نخسروا قلنا طموح تاعنا اننا ممكن نوصلوا للدور الثاني للعلم باللي رانا تأهلنا أحسن ثالث طحنا في مجموعة طروفاوي ومجموعة ميلان البياضة والأصنام الله أعلم يعني راكم خير من الفريق الوطني في 2022 يعني ما تحصلناش حتى على المركز الثالث كأحسن ثالث يعني تفضل يعني وكنت خاصة ميلان البياضة وطروفاوي كان عندهم وزن شيري دار الفرق يعني كأحسن ثالث هو الحضور حضور الذهني كأحسن ثالث يعني شيري دار الفرق باش تأهلتوا الفرق الأهداف المقبولة والمدفوعة أو يعني اللعب النظيف أو فرق الأهداف لو عالم الشيخ فرق الأهداف لا اللقاء بالنقاط تقريبا نحن في قلنا يعني ثلاث مجموعات يعني كأحسن ثالث أحسن أحسن ثالث بحيث النقاط يعني أحسن نقاط فعلا نعم نعم
أحسن ثالث من حيث النقاط هنا نعم. بأربع نقاط نعم. الجولة الثانية، الجولة الأولى خسرتها مع طريفاوي هدفين لهدف، الجولة الثانية كيف كانت النتيجة هني مع شكون لعبت؟ الجولة الثانية لعبنا مع ميلان البيضاء كمل 0-0 0-0 نعم. والجولة الثالثة، والجولة الثالثة هزيناها مع الأصنام 3-0 3-0 وربما هذه النتيجة ثقيلة يعني نفسيا، يعني كان لها وطأ إيجابي على التشكيلة أكيد هي يعني على نعم. كل حال على يعني ختام دور المجموعات عكس البداية يعني عكس نعم. البداية كانت كما يقولوا أصلا كنا داخلين وما تتلموش في اللقاء الأول، أنكم ما كنتوش مهيئين يعني كناش مهيئين، وكما يقولوا إحنا فريقنا الأكبر سن في الدورة هذه، واني مركينا هني لولين ضد طرفاوي ورجعوا علينا في آخر لحظة مخزون بدني يعني مخزون بدني تعبنا نعم. والماتش الثاني عرفنا كيفاش نسيروه نعم، بحكم شفناهم شبيبة صغار وكذا نعم يعني خشيتهم تقعوا في نفس الخطأ يعني أعطيك صحة نعم. مشينا معاهم في مشيناش معاهم في اللعب تاعهم نعم مشينا مليح في الماتش، سكرنا لهم وتوفقنا نتيجة نحوسوا عليها، قلنا ممكن نجيب معهم التعادل لأنهم شبيبة صغار ومرشحين ثاني للدورة نعم، نجيب معهم حتى التعادل نعم، كان هذا هو الأمر، جبنا التعادل نعم. الماتش الثالث على الورق 3-0 رحنا لدوزيام تور، دوزيام تور مع بوكا جونيور نعم، كنت مصاب ما حضرت اللقاء، كمل ضربات جزاء نعم. في النصف النهائي عاود تلاقينا مع طرفاوي اللي ربحنا في الماتش الاول، ضربه جزاء حتى في دور المجموعات حتى في النهائي لا في النصف النهائي، في النصف النهائي احنا يكون ضربه جزاء والفريق اللي يمركو له يعدل ديما يرجع في الشوط الثاني نعم. في النصف النهائي اذا ترجحتم ضربات ترجيح في النصف في الربع النهائي ضربات ترجيح والنصف النهائي الربع النهائي ضربات ترجيح نعم. حتى الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي والله الفضل الفضل يرجع للحارس، من الحارس تاعكم ربي يبارك، الحارس ما شاء الله قوي، وثاني اللي جوار تاعنا ما يرقوش يعني نفس السيناريو فئة أقل من 17 سنة في البطولة العربية يعني ربع نهائي نصف نهائي بضربات الترجيح في البطولة العربية التي أقيمت في الجزائر في الصيف الماضي نعم نعم تفضل. وفي النصف النهائي تلاقينا مع طرفاوي اللي تلاقينا نعم. نهائي في الدور الأول نعم، ماركونا الشوط الأول أنزيرو خرج، كنت مصاب دخلت الشوط الثاني، دخلت قد معناها ما كانش 3 دقائق ماركيت بيت، خرج 1-1 رحنا البيلانتيات، كان عندنا حارس كيما قالك نحيوه بمناسبة وش سمو مالك عبد الملك بوترعة أنقذنا يعطيه الصحة، واللاعبين ثاني كيما قلنا كانوا محضرين وكانوا مكونسنترين مركزين ياسر نعم، ديما اللي راجع في اللقاء هو عنده لادفونتاج في ضربة الجزاء نعم، أسبقية معنوية أكيد يعني النتيجة تعطيك شحنة معنوية يعني نعم. وكان كذلك الأمر في النهائي، في النهائي كيف كيف على ذكر النهائي يا سيد عز الدين، كنت يعني أسلفت الذكر وقلت أنه الفريق نادي العرايبة هو الأكبر سنا يعني في الفرق المشاركة في الدورة، النهائي يعني عدتم في الدقيقة الأخيرة يعني في الدقيقة 95 وهذا يعني ممكن أثر معنويا كثيرا على الخصم وساعدكم يعني التعديل كان قريب من ضربات فترة ضربات الترجيح ما ممكنكم يعني معنويا من الظفر باللقب، ما السر يعني في النهائي بالرغم أنه بدنيا الفريق يعني يعاني نوعا ما قدرتوا يعني ترجعوا في الدقيقة الأخيرة يعني دقيقة الأخيرة هو لأنها في الدور الثاني كان يسمح لنا القانون الدورة باش ندعموا الفريق معناها ابتداء من ربع نهائي نعم، دعمنا الفريق بشبيبة صغار نعم عن ما يسمح القانون الدورة، عاونونا مليح نعم، عاونونا مليح من بينهم مو مبكوش هذا اللي مرك البيت تاع التعادل في النهائي نعم. نحيوه بالمناسبة مو مبكوش محمد نعم، في آخر لحظة تقريب الناس كل قالك الماتش هذا رايح للميلان البيضاء خلاص، ثم الحارس اكمل المهمه يعني كيف كيف نعم ضربات الترجيح نعم في النصف النهائي كيف كيف عدلنا ورجعنا في ضربات جزاء الحارس اكمل المهمه، وفي النهائي عدلنا في اللحظات الاخيره والحارس اكمل المهمه نعم بسيناريو يعني نفس ربع نهائي نفس سيناريو ربع نهائي نصف نهائي نعم تفضل نعم. نعم. اللقاء النهائي او من بين الجزئيات التي يعني لعبنا عليها نعم. وهو أنه يعني في حالة أن الخصم أقوى منك بدنيا طبعا فئة عمرية صغيرة وكذا أقوى منك بدنيا، كنا دائما وأبدا نوصي اللاعبين بأنهم حاولوا في
الشوط الأول أو فيما أمكن من يعني من موفور الوقت تعلق أنكم تستنزفوهم بدنيا. نعم. استنزاف بدني للفريق المنافس. ما تجيروهمش. خليه يجري. ما كنت تجري. هو الذي حصل بالضبط حتى أنه يعني ختمت في اللقاء النهائي وحتى في اللقاءات الأخرى ما كما أشرف يعني أو كما يعني كما كان يتحدث يعني عزو قال بأن يعني دائما إحنا الفريق الذي عندما نتلقى الهدف دائما نعاود ونرجع. وهذه القوة في الحضور الذهني. الحضور الذهني. حضور ذهني كبير. هذا نقلقوش إحنا. نعم. في هذا اللقاء بالذات يعني أدخلنا لاعبين في اللحظات الأخيرة لما شفنا بأن فعلا فريق ميلانو راه استنزف بدرجة كبيرة دخلنا لهم بزوز هذا وقلنا خلاص الآن منها وسحب أيضا يعني لاعب آخر من الدفاع الآن ما عدناش ما نخسر على كل حال هناك مغامرة هذا هو الذي يعني وصلنا أن كان يعني عاصفة من الهجمات في اللحظات الأخيرة هي التي مكنت من تعديل يعني الكفة والوصول إلى ضربات الجزاء التي أحسن وأبدع فيها لاعبونا يعني وش راح نقول لك الان يعني 15 اكثر من 17 ضربه جزاء لم نضيع اي ضرب واحده ضاعت واحده نعم مو كل واحده نعم واحده فقط يعني انتهت 16 15 لا في الربع النهائي حصيله كامله حصيله كامله النهائي والنصف النهائي والنهائي يعني ضيعنا ضربه جزاء 9 10 تقريبا نعم 7 6 النهائي يعني هذه صوره فقط تعطيك صوره يعني القدره على التمسك بالاعصاب الجامده في مثل هذه المواقف والتي تحلى بها اللاعبون واوصلونا الى ما يعني وصلنا وكما يعني اكد سي عباس حارس المرمى ايضا لعب دورا كبيرا وهذه كل داخله يعني في اطار كما قلت يعني الحضور الذهني الذي يمكن في مثل هذه اللحظه هو الذي يحدث الفارق. نعم شكرا سيدي. اعود اليكم سيد عباس اكيد مثل هكذا دورات يعني تطلب تكون يعني مجهزين من ناحيه الماليه يعني كيف كان تحضيرات ماليه لاجراء هذه الطبعه يعني ان المال ضروري يعني لانجاح اكيد المال ضروري تقريبا الاشتراكات تاع الفرق اللي نعم كان على مستوى تغزوت ما كانش هناك مساعده من السلطات يعني يمكن مساعدات عاديه تاع هكا عانت في الملعب ولا في حاجه اما اللي عانت الماليه تقريبا من الاشتراكات تاع الفرق نعم تقريبا هي اللي ساهمت في الشيء هذا نعم وكذلك في الاخير في المقابله النهائيه في التكريمات وكذا تقريبا ابناء المرحوم ربي يرحمهم نعم اللي عاونونا في الدعم المادي واللي كانت باش تكون بالصوره هذيك لو كان ما كانش الدعم المادي تاع ابناء المرحوم ما تكونش الصوره هذيك تاع التكريمات والتحفيزات والحوايج هذيك نعم سيد عباس يعني اذا ما قررتم يعني قررتم تنظيم هذه الطبعه بالطبعات الماضيه يعني ما هي الاشياء يعني اللي استفدتوا منها وصححتوها في هذه الدوره يعني حتى توصلوا تخرجوا بالدوره الى بر الامان يعني تقريبا بالنسبه لنا الدوره تقريبا الدوره يعني مع مرور الدورات زيد خبرتكم يعني في التسيير مثل هكذا الدورات اكيد احنا كما نقول لك تقريبا نفس الطاقم اللي يسير بالمناسبة نشكرهم عندنا العباس أحمد عون عبد الرحيم عواد رضا مسعيد حيدر وطاقم تقريبا كما قلت لك قبل مجموعة واحدة أنا نخدمه ما عندناش هذا مسؤول وهذا أخدمه كشخص واحد نفس الانسجام هذا خلانا نخدمه فريق يعني على الأقل برجل واحد برجل يد واحد برجل واحد تقريبا ما كانش الفارق الفارق في يمكن في الدورة هذه يمكن الضيوف اللي حضروا يعني زادوا حله جميله للدوره يعني لاعبين دوليين في صورة عمر عمور حسين اشو نعم اما بالنسبه للدوره كدوره نحن مسطرين دوره بالرغم عندنا ثلاث فرق من فريق تاعنا من شباب تغزوت شارك معنا وكل شيء لكن بالنسبه للفرق الاخرى عادي بالنسبه لنا ماناش فريق تاعنا باش يشري الدوره ولا عادي نعم وهذا الشيء هو الهدف تاعكم مهم انجاح الدوره بغض النظر عن هويه الفائز يعني ما يهمناش نحن المهم تنجح الدوره هذا الهدف تاعنا نعم وتخرج بانطباع حسن يعني حسن. وهذا نعم. اهم نعم. اهم حاجه اللي خلت الدوره تنجح نعم. هو المصداقيه تاعها نعم. ما تحسش انه اني كنت نحكي مع الشيخ بقيلي باللي راهو عنده انتماء لفريق معين يعني شعار الدوره هو التعارف فيما بين الناس واحياء ذكرى المرحوم يعني ما فقط. بغض النظر عن هويه الفائز يعني هذه امور تاتي في المقام الثاني يعني عنده دوره باش ينظمها نعم مش لازم ننظم نهز لا والهدف الذي الهدف الذي تضعونه نصب اعينكم يعني انجاح الدوره وايصالها الى بر الامان اكيد وفيها من المصداقيه ما فيها الدوره نعم 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 كاين نقطه اخرى اضافه نعم تفضل نقطه بالذات نعم نقول لك الان من بين الجزئيات التي يعني اعطيناها للاعبين نعم. حدثناهم بالنقطه هذه بالذات نعم تصوروا الان رانا في تغزوت
نخرج لهنا من الواد ونروح لتغزوت. تغزوت مشاركة بثلاث فرق، وانتم تعلمون اصلا ان هذا الامر انا شخصيا اؤمن به الى حد ان يعني منظم دورة ربما يكون يعني يساند نوعا ما فريقه، عنده فريق يحاول، هذه حتى على مستويات عليا في كأس العالم والاتحاد الدولي اصلا ذات يوعز نوعا ما للمنظمين من اجل انجاح الدورة جماهيريا. نحن كذلك انا ايضا انا شخصيا اؤمن بهذا الطرح الى حد ما طبعا، لكن الشيء الذي شفناه الان في هذه الدورة ثلاث فرق من تغزوت يعني مشت عادية تماما، يعني تحكيم ما شاء الله يعني من مستوى يعني مهم عالي، تحكيم يعني روى 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 من أفضل الحكام الذين يعني اختيروا، وهم الذين يعني ينشطون والذين يعني يديرون ويحكمون اللقاءات على مستوى الولائي وعلى مستوى الجهوي، يعني ما كان ما حسينا بحتى يعني مهم شيء كما يعني يكون في بعض الدورات، نقولوا في بعض الدورات على العالم. هذا الأمر قلناه للاعبين، قلنا لهم اللاعبين الان راه ما كاين حتى حاجه اصلا تخليكم هاي الان الدوره الان امامكم وراكم تشوفوا ثلاث فرق من تغزوت، يعني مش معناه مكتوب لها ان ثلاث فرق من تغزوت معناها منظمي الدوره هذا، لا يعني انها لازم تخسر باش يعني حتى ان كاين بعض الاقاويل في بعض الاوساط الرياضيه يقول لك الان نجاح الدوره هو ما يكونش فريق مشارك منه، بالعكس نجاح الدوره لازم يكون فريق مشارك من من من, من, من ينتمي الى او المنظمين ينتموا له، لأن نجاح الدورة راه مش فقط المستوى الفني والتقني، كاين مستوى أيضا اللوجستي المستوى الجماهيري، يعني هذه كلها يعني ظروف كلها تساعد على إنجاح الدورة. ما نجح الدورة تغزوت إلا بمثل هذه الجزئيات، وهذه أكبر جزئية يعني إيجابية تحسب للمنظمين. نعم، على ذكر التحكيم نبقى هنا في نفس السياق، ما الشيء يعني اللي خلى التحكيم ينجح في هذه الدورة؟ هل اعتمدتم يعني على خبرة حكام سابقين يعني في لجنة التحكيم، يعني اختيار طريقة اختيار الحكام المسؤولين على هذه الدورة؟ يعني تقريبا هذا الشيء اللي استفدناه من دورات سابقة، من تحكيم محلي ما تمشي لكش الأمور. نعم، الدورة هذه تقريبا اعتمدنا على تحكيم حيادي. تحكيم نعم. جهوي وتحكيم ولائي، كلفنا الأخ عماد مقدود تقريبا هو عطينا رئيس لجنة التحكيم. نعم. هو تقريبا كل شيء هو اللي يدزين الحكام كل شيء، نحن ما فيقوش بالمقال اليوم نجو الاستاد العشية يقول التحكيم ثلاثي تحكيم موجود. نعم. مش عارف انك منظم دوره من راح يجيني يقول الماتش الفلاني ولا الماتش الفلاني. نعم. عادي. نعم. هذا الشيء اللي خلانا تقريبا حياديين ألف معناها ما حتى على نعم. الاستاد كيفي كمنك كفريق العرايبه ولا كفريق البياضه نقت ثلاثي تحكيم موجود، وهذا ما زاد في مصداقيه الدوره. نعم. هذا الشيء اللي نجح الدوره وبشهاده الفرق جميعا معناها. نعم. نعم. بالنسبه للتحكيم كانت التحكيم جيد تقريبا. نعم. نعم، شكرا سيدي. أعود إليكم سيد جيلاني، يعني كسؤال هذا كان من المفروض أن يكون من بداية، ولكن نصر متأخر خير من التصل أبدا. تكلمنا يعني عن تتويج فريق العرايبة كثير، يعني حتى نضع المتابع الكريم في الصورة، الكثير من الناس وسوف ممكن ما يعرفوش فريق العرايبة، نبذة يعني تعريفية بنادي العرايبة. يعني شكرا. الله فيك سيدي. نعم. كنت سوف يعني نعم. أتي على هذه النقطة. أنا حبيت ندخل يعني حبيت ندخل في صلب الموضوع عن التتويج ثم أعود يعني إلى نعم. ما كان حتى يعني نعم. نقول ما كان حتى قيود وضغوط نعم. وكذا حتى هنا ما كان حتى قيود وضغوط. نعم. ترتيب لا يهم. نعم. المهم بالنسبة لفريق العرايبة. نعم. هذا مستوحى اسمه من طبعا من الأسلاف من الأجداد. نعم. إحنا الآن يعني بصفة عامة رانا يعني عائلة رياضية. نعم. وبدرجة أولى أو عائلة رياضية بدرجة أولى وكروية بالأخص في كرة القدم. نعم. إخوة أبناء عمومة نشترك في جد واحد. جدنا نعم. واحد. نعم. الستاش نحفيد هذا الآن كلهم رياضيون وكلهم يلعبون كرة قدم ونلعبوا مع بعضنا كرة قدم. جدنا واحد اللي هو طبعا العربي بن عمر، العربي بن العيد بن عمر، هذا هو أبو الشهيدين الشهيد محمد والشهيد الجلالي بن عمر قائد نعم. البطل الجلالي بن عمر، هو وليد طبعا بلدة العقلة الطيبة نعم. اللي منها انطلق جهاد الشهيد الجلالي وشهيد محمد. هذا الجد الذي عايشته وعايشه البعض من يعني إخوتي وأبناء عمومتي هو صلب ويعني معروف معناها في بلدة العقلة وغير العقلة، معروف يعني الشدة والصلابة والحكمة. استلهمناه منه الآن هذا يعني هذه الصفات، وقلنا لما لا نطرح مشروع يخرج هذا المشروع للعلن نعم.
يعني آليته وأدوات تنفيذه هو نحن طبعا نجمع بعضنا كامل طبعا لأن احنا الآن ما نش مفصولين عن أصدقائنا وأحبائنا وجيراننا إلى غير ذلك. طبعا عندنا مجموعة كبيرة جدا الآن الفريق راهو مهوش فقط المهم فريق بن عمر فقط ليش الآن التأسيس والفكرة التي رحب بها وكانت هي هذه الإرادة يعني جسدت فعلا على أرض الواقع. قلنا سيدي نسموه باسم العرايبة لأن معروف في منطقة العقلة هكا معناها كنا الآن العائلة الكبيرة هذه أصلا اللي جدهم العربي يسموهم العرايبة كما مثلا نقولوا مثلا عائلة مثلا عندهم جد يشتركوا بجد إسماعيلي يقولوا لهم العلالة هكذا. استلهمنا هذه هذه الفكره وهذه التسميه خصوصا ان يعني جدي يعتبر يعني ابو شهيدين وعائله ثوريه. قلنا لما لا يعني نقوموا احنا الان نجسدوا هذا رياضيا وهذا تلكم المبادئ التي كان عليها يعني اجدادنا نجسدوها اللي هي خاصه الامور القيميه والامور التي تتعلق بال الامور التي عندها قيمه. نتحدث الان مش فقط غير على الجانب وتترك الرياضي اثر في الناس يعني. بالضبط مش نتحدث فقط غير على الجانب الرياضي حتى ان الان اليوم الان راهي رساله لما جينا الان باللباس هذا الان وباللونين هذم الان مش فقط على اساس هذم الان هذا هو اللون الذي فعلا ربحنا به النهائي وربحنا به لا مش هذا فقط احنا الان لو كان تشوف يا شيخ بدافع الانتماء يعني بالضبط بدافع الانتماء حتى ان ما نهى المهم قلنا الان نستلهم شوف الان لما تشوف الان الشعار كاين سهم وكاين يعني الرمي كاين سهم وكاين القوس هذه الان كان جدي رحمه الله عليه كان صياد ماهر كان صياد ماهر في 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 وكانت يعني امورهم يعني بسيطه في ذلك الوقت فقلنا الان نستلهم منه هذه الان 1988 شوف الان 1988 هي كان اول فكره لانشاء الفريق لان العام هذا الان العام 88 هو السنه التي يعني بعد مرور عام من وفاه جدي يعني قلنا الان اجتمعنا مع بعضنا وقلنا الان نديروا فريق معناها كروي الى غير ذلك كانت الفكره هذيك الاولى وما جسدشت معناها لم يتم تجسيدها كنا نلعب مع بعضنا وكذا لكن الان في اطار اعاده بعث واعاده يعني هيكله الفريق الحمد لله رب العالمين في سنه 2022 تمكننا من ذلك. اللون الاصفر هو لون البيئه التي كان طبعا كنا نعيشها طبعا احنا الان في سوف معروف الرمال الى غير ذلك زائد النجوم هذه الان هي نجوم الذهب معناها الان كانوا نستلهم من 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 ابائنا واجدادنا هذه القيم الذهبيه الان اللون الاسود الان هي الفتره الحالكه الاستعماريه التي عايشناها الان كعائله المهم ثوريه وما عانيناه معناها بسبب طبعا صعود عمي هذا الجيلاني بن عمر الى الجبل هذه كلها الجزئيات هذه الان رانا الان ندرس فيها الان للاعبين نتاعنا وزيد الى جيل اخر تعلمون لو الان تسالني الشيخ بشير نقول لك الان عندنا فئه عمريه اخرى هم الشباب الان هم الصغار اللي راهم الان يعني يدرسون في المتوسط فريق اخر صغير يعني يشارك دائما بايجابيه وندفعهم للمشاركه بايجابيه مش غير على المستوى الرياضي حتى على مستوى يعني فعاليات التي يقوم بها المجتمع المدني مثلا قضيه حمله المهم نظافه يعني الحث على الدراسه الحث خاصه في الصيف الان على الفراغ هذا الان احنا نوصلهم الان الى دور القران يعني رانا واقفين باذن الله ان شاء الله مشروعنا مشروع يعني يتعدى ويتجاوز الرياضه هذه الفسيفساء كامل وهذا الان يعني الجزيئات التي اعد بهذا الطبق حتى وصلنا الان الى هذه المرحله اللي يعتبر يعني هذا الانجاز انجاز رياضي فعلا نفخر به لكن انجازاتنا الاخرى وطموحاتنا الاخرى حققنا منها الكثير وما زلنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نحقق الافضل شكرا سيدي سيد عبد العزدين الفرق يعني اللي كانت حسب يعني ما تقيموا اداء الفرق في هذه الدوره ما هي الفرق اللي كانت يعني معوله انها تتالق وخيبه الظنون يعني نبدو بالمجموعه تاعنا كاسماء يعني فرق كاسماء يعني. كيما نقول الماتشات تحضر غير في المجموعه تاعي كانت من اقوى المجموعات لا حتى على الدوره بصفه عامه ما هي الفرق اللي كانت مرشحه بقوه وما لم تبلي البلاء الحسن كاين بوكا جونيور اللي طاحت من ربع النهائي حتى طريقة يعني استيحاء استوحاء الأسماء يعني طريقة جذابة تحس نقول لك بوكا جونيور الانفعالية والجرينتا الدوري الأرجنتيني معروف الأرجنتيني
وكان ميلان البياضة نعم. يعتبر أنه وصل نهائي ونهائي مش بيش يفوز به كيباتها وبيش يفوز به في واحد في الأخر نعم. وطرفاوي هذا اللي كانوا مرشحين يعني هذا مرشحين بقوة نعم. النسخة الماضية شكون كان متوج بها يعني النسخة الماضية موجه شيخ عباس نعم. سؤال هذا النسخة الماضية تقريبا النسخة الأولى هذه النسخة الماضية كانت في الأوسط في الأوسط نعم نعم كاتب سميناها بالاسم المرحوم ربيعات عادل تقريبا نحن كل في كل كل نعم كل دورة باسم مرحوم نعم نظمناها في الأوسط وسميناها باسم مرحوم عادل ابن الفريق ربي يرحمه والنسخة هذه درناها درنا كذلك نسخة في الأوسط على حسب الفوتسات نعم. كملت تقريبا حتى هي نعم. كانت منظمة من كنت قادم داخل الصلاة داخل في الماتيكو كما يقولون ماتيكو نعم نعم عضو من الجمعية عواد عبد الكريم نعم. تقريبا حتى هي وبعدها درنا الدورة هذه نتاع الكاب سميناها باسم مرحوم الشيخ محمد العيد ربي يرحمه نعم النسخة الأولى والموسم إن شاء الله الصيف القادم يا ربي يعلم مش نعم نعم إذا كنا من أهل الدنيا نعم محظوظين أنها تفضل وصل محظوظين كنا بطل في النسخة الأولى النسخة الأولى فعلا نعم تفضل وصل قلت لك هذه الكيبات اللي كنت كنا نشوف فيها أنها باش تلبس ثوب البطل خاصة فيها لي جوار مونجاجين وبلاك راهم اورغانيزي يلعبوا مع بعضهم عندهم مده منظمين نعم ربما ضره نافع يعني لو كنتم يعني اشتركتوا في الدوره منذ البدايه ولو كنتم مرشحين لما كنتم ممكن تفوزوا باللقب يعني ممكن دخلنا نعم. ضيف شرف نعم وترشحنا احسن ثالث وهزينا الدوره نعم حتى هذا يعتبر انجاز نعم نعم وكما نقولوا عندهم جوالات صغار كلهم نعم يلعبوا ممكن لي شيء يعني اللي كان ما كاش مشجعكم هو يعني معدل العمر في الفريق يعني معدل اللي كان العمر هو اللي كان يعني صح كان جنود الخفاء اللي راهم يخدموا لتحت ديما يشجعوا فينا مثل نقولوا عبد القادر بن عمر وجه له تحيه نعم وجهه تحيه الرئيس هذا المنبر نعم نعم الرئيس عبد القادر بن عمر نعم عمار بن عمر اللي راهو بعيد نعم دائما يعني يكلم فينا ويتصل بينا وكذا ويشجع فينا يعني نعم وجه له التحيه وكاين اخرين هابي وجماعه كلها ما شاء الله ديما تشجع فينا ما عندنا ما نخسروا العبوا ربحتوا اللهم بارك ما ربحتوش اللي فيه الخير نورمال كنا نلعبوا بلا ضغط نعم هذاك السبب اللي خلانا اننا باش نوصلوا بعيد في الدوره نعم. الحمد لله توجنا به نعم نعم شكرا سيدي عود لكم سيد عباس على ذكر طبعا الماضية قلت لي كانت مخصصة للأوسط يعني بالنسبة هذه الدورة يعني الدورات المستقبلية هل لديكم مثلا فكرة لجعلها في رياضات جماعية أخرى مثلا خاصة مثلا كرة اليد بحكم أنه الواد هنا معروفة في الواد في ولاية الواد بفريق أولمبي الواد يعني الرياضة يعني الأكثر استقطابا بعد كرة القدم يعني للجماهير والله الاخ بشير كما في حصة السابقة قلت لك نحن تقريبا فرح كنت قدم معنا الأمور لا اجتهادات لم نقل جماعية حتى رياضات فردية يعني نحن كأشخاص في الكارتون ما نجموش باش كرغبة وكهواية ما عدناش باش نقول ندير عدوري في تنسطا ولا كرة يد تقريبا في كرة قدم معنا ندير كرة حديدية مثلا معروفة في الواد درنا نظمنا كرة حديدية تقريبا في رمضان تقريبا كرة لكن الرغبة الكبيرة في كرة قدم تقريبا ندير نداء للناس اللي حاب النادي مفتوح هذه الأكثر استقطابا يعني كرة قدم يجي ينظم أخويا النادي مفتوح لأي شخص يحب ينظم دورة في رياضة أخرى يتفضل نعم صح نحن كأشخاص ما عندك حاجه ما عندكش فيها رغبه ما تنجمش باش تنجح فيها نعم نعم ابقى معكم دائما السيد عباس بالنسبه يعني لهذه الدوره مثلا هل لديك يعني فكره مثلا ل كما سؤالي هذا كان لتطوير في رياضات فرديه بالنسبه يعني لهذه الدوره الكثير السؤال هذا كنت طرحته يعني في العديد من الحصص هل لديكم خطة عمل لا نقول على المدى البعيد حتى على المدى المتوسط لجعل مثل هكذا دورات يعني كفرصة لتنقيب على بعض المواهب يعني لا نجعل منها دورة فقط مثلا يفوز بها أي فريق ثم يعني تذهب وتأتي دورة أخرى حتى يعني الشاب لما يشارك في مثل هكذا دورات ويكون مثلا تكون عليه الأنظار ممكن يعود يلعب في فريق أقوى يعني في مستويات أعلى يتشجع يعني يكون فرصة للشباب للمشاركة في مثل هكذا دورات مش ما تكونش دورات روتينية مثلا تنتهي الدورة بفريق فائز يعني وفريق منهزم في النهائي وتكريمات ثم يعني الى غايه استثمار يعني نعم نعم فعلا وضرب عصفورين بحجر يعني شغل الشباب على الافات الاجتماعيه ولما لا التنقيب على المواهب يعني فعلا احنا الهدف الاول تاعنا تاع الدوره من الهدف تاعنا
اللي خلانا حي الدين كما يقولوا ذاك الهدف نتاعنا باش نقبع على اللاعبين ونفتش على الجوار تقريبا. سجلنا العديد من اللاعبين الفرق خاصة تستغلوا حضور لاعبين يعني فعلا كاين لاعبين اللي مسجل اتصلنا بهم باش معايا يكمل معنا الموسم القادم كاين لاعبين اللي اعطاك موافقين معطاك تقريبا الهدف الاكبر للدورة هذه هو من اجل باش نكتشفوا بعض اللاعبين وباش تكون عندهم متابعة يعني متابعة تقريبا سواء على مستوى محلي او على مستوى فرق اللي جتنا كضيوف يعني حتى يعني انا طرحت هذا السؤال يعني التنقيب على المواهب تكون كوهلة اولى لتدعيم فرق الولاية يعني في اقسام عليا مثل اولمبيك المقرن او الاتحاد السوفي ثم لما لا مثلا فريق الاتحاد السوفي هذا الموسم يعني اصبحت الانظار على لاعبيه لفرق في القسم الاول يعني اكيد لازم يعني خاصة مع طفرة استغلال الطفرة في هذه الولاية يعني صعود سبع فرق الى اقسام يعني مختلفة منطقيا الدورة الصيفية معناها باش تكتشف فيها لاعبين سواء في تغزوت او الدورة في الوادة او في فقمار او في الرقيبة الهدف الاكبر هي من الشيء هذا. معذرة الشيخ عباس طرحت هذا السؤال انه فيما سبق يعني في سنوات عديدة خلت كانت روتينية الدورات صراحة يعني تنتهي الدورة ثم الى غاية دورة اخرى يعني هذا امر مهم يعني حتى الشاب لما يعرفها دورة روتينية ممكن كان شباب متحبسوش باش يشاركوا صراحة يعني اكيد معناها اني قلت لك تبقى ترجع للمسؤولين الفرق وترجع الناس وجاوا مسؤولين يعني في الفرق كان مسؤولين يعني من الفرق جاوا حضروا الدوره هذه حضروا تقريبا حسب نوعيه المقابلات مقابلات فرق كما تاع البياضه كما الفرق تاعنا تاع الكراكت تجي الناس تشوف لاعبين ويتصلوا بلاعبين ويقولوا باش تلعب معايا الموسم الجاي اكيد كاين اكيد كل تقريبا في كل دورات مش غير الدوره تاعنا احنا كاين ناس تكتشف باش تدي لاعبين وتخير لاعبين كل موسم كل دوره شكرا سيدي. اعود لكم سيد جيلاني اكيد الان يعني المسؤوليه تزداد على عاتقكم يعني بعد هذا التتويج كما يقال البقاء في القمه اصعب من الوصول اليها كيف يعني كيف ستكون استراتيجيه وخطه العمل لفريق العريبه بعد هذا التتويج يعني؟ الشيخ بشير ما كان حتى مسؤولية شيخ بشير أبدا نحن ملزهون من أي مسؤولية شوف أقول هذا الكلام لأن إحنا الآن رأنا كما قلت لك شيخ بشير عندنا أهداف يعني توافقنا عليه وعدنا ميثاق يعني رسمناه مع أنفسنا مع هؤلاء الخيرين معناها من لاعبين ومسيرين وبالمناسبة المسيرون هم لاعبون قدامى أمثال كما تفضل يعني ورياضيون ولاعبون كما تفضل عزتين يعني هو الرقم واحد بن عمر عبد القادر هذا الذي يعتبر رئيسا للنادي هو شقيقك هو شقيق نعم وزوره تحية اسماعيل بن عمر القادر اسماعيل بن عمر يعني كاين ايضا عبد الوهاب باهي كاين سويد يوسف كاين محمد بكاري كاين عبد الحكيم سبع هؤلاء كلهم الان كانوا كما قال يعني عزو وهو الناطق باسم اللاعبين قال كانوا يغرزون فينا يعني واحد الأثر إيجابي كبير جدا هؤلاء الآن يعني مشروعنا كامل يعني سطرناه مع بعض أنه أن الفريق منظومة الفريق هذا الآن منظومة قيم من بين هذه القيم طبعا قيم المواطنة قيم التضامن قيم يعني حسن الجوار قيم يعني كل هذه القيم وكل ما هو إيجابي كله كامل مغلف في إطار ما يجمعنا وهو كرة القدم اليوم راهو مجموعة كبيرة جدا وهائلة من اللاعبين راهم الآن عندهم في مخهم أنهم يرتادون مصالح الصحة من أجل يعني تبرع بالدم هذه قيمة من القيم مجموعة أخرى أيضا يروحوا باسم الفريق ليزوروا المستشفيات لزيارة بعض النزلاء يعني والمرضى الماكثين في المستشفى اليوم الهبات التضامنية كلما كانت هبة تضامنية إلا والفريق يقحم نفسه فيها إيجابا يعني كرة قدم تجمع ولا تفرق بالضبط احنا نقول لك الآن راه عندنا فئة عمرية صغيرة الآن الكبار هذو الآن خلاص الآن نقول نستطيع أن نقول بأننا ما كانش خوف عليهم كان الفئات المهم الصغرى اللي راه عندنا فريق ومؤطر ومهيكل ورانا وراه الحمد لله رب العالمين بالمناسبة نحيي أوليائهم اللي حطوا فينا الثقة يعني راهم مؤطرين راهم يقوموا بنفس الدور اللي نقوموا به نحن ويعني رانا يعني نوصلون في هذه الرسائل وراهم مقتنعين يجالسون نجلس معهم نروح معهم ما شاء الله كان فيهم الذي يعني العدد الكبير منهم الآن رو
كاين اللي توج بشهادة التعليم المتوسط. المتوسط نعم. التعليم المتوسط. معناها أنا حبيت نقول لك الآن بأن الفريق ليس مجرد فقط هم كرة قدم، صحيح فضل كبير جدا يعني لكرة القدم أنها هي التي يعني جمعت يعني الـ 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 الشمل الشمل بالضبط وجمعت نعم. الناس على فكرة نعم. الفكرة هذه الآن الأرقى منها الآن هي هاته يعني القيم نعم. التي رانا الآن يعني نكون إن شاء الله إيجابيين ونصنع يعني نكون إيجابيين في هذا المجتمع لنصنع من أنفسنا ونحاول أن نغير يعني بعض الصور وبعض يعني المشاهد القاتمة من مجتمعنا. هذه يعني يعني الهدف الأسمى والسامي جدا لمجموعة العرب. مجموعة العرب ربما سي عباس هو الذي يحكم على يعني موش انتقاص حاشا يعني من الفرق الأخرى ال 11 فريق آخر أبدا، ولكن نتحدث الآن على السلوك الانضباطي وكذلك التنظيم. يعني ربما راكم سي عباس ما لقيتوش منا أي مشكل، كنا متعاونين لدرجة أن تصور الآن على بالك الآن لما تحدثت مع اللاعبين قلت لهم شوف بالنسبة لنا يعني لزواننا نحن وإقصائنا من الدورة كيكون أهون علينا من يعني إنجاح الدورة فليكن ذلك الهدف. احنا الان اللي عندنا يعني نقولوا يعني اللي رايحين له معليش الان اللي رايحت له كل الفرق جايين طبعا من الواد اللي هنا ورايحين لتغزوت معناها في فترات يعني في فتره تعصيب فتره صعبه جدا وجدت يعني سخانه الى غير ذلك، هذه من اجل يعني طبعا باش نتوجوا بالكاس، لكن الاسمى منه الهدف الاسمى منه قلنا لهم ضمان استمراريه الدوره، ضمان استمراريه الدوره يصلح لبر الامانه كون حتى الملاعب على حسابنا ما كان حتى مشكل توقع منا تنازلات من اجل يعني الـ 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 الوصول الـ كما قلت الدوره الى بر الامان وصل نعم. الحمد لله الى بر الامان. شوف بالنسبه لمنظومتنا الان الحمد لله تمكننا من يعني توسيع شبكه العلاقات بيننا وبين عديد من الفرق وعديد من الهيئات وعديد من الاشخاص الطبيعيين الفاعلين على مستوى الرياضي وغير الرياضي ان على مستوى يعني الولايه وحتى خارج الولايه في ولايه اخرى. واللي ساعدنا هذا الشيء نعم. من بينهم حموده العمامره هذا وني نعم. نعم. ساعدنا ياسر ياسر في نحييه بالمناسبه نعم في كيما نقولوا لي كونتاكت مع بالضبط التواصل يعني التواصل مع الافريق الاخرى اللي نحييه كان هو نعم. كان عمار وكان اسماعيل هذوما اللي راهم قايمين بالواجب هذا وني نعم. نعم. والفريق يعني عنده مسير كما قال مسير تاع النقل مسؤول نقل كاين مسؤول نقل نعم. مسؤول عتاد كاين نعم. مسؤول عتاد نعم. نعم. تحس الفريق نعم. كيما يقولوا الحمل مش عن واحد المهام مقسمه يعني مقسمه مهيكل مهيكل نعم. قضيه الاستمراريه قضيه ان يعني ان اتمسك يعني بالرياده طبعا نحاول دائما نكون اننا متمسكين بالرياده، لكن المعروف هذه نظريه طبعا التعاقب يعني على الرياده حتى الامم اعتقد ان معناها ما يشرح الدوام دائما من لكن نعم. الان هذا اسمح لي سي بشير نعم. نحن لا يشكل يعني لدينا ضغط هذا الامر ما يشكلش علينا عبء ابدا. احنا الان نمشيو عندنا اللي قلت لك الان يعني الخطه الممنهجه اللي راسمينها ليست فقط يعني الرياضه طبعا هي حبينا ولا كرهنا هو طبعا التيار هو التيار الرياضي نعم. ولكن الرسائل التي يعني اللي نوصلها والاهداف نتاعنا الان راهي تمشي وراهي متحققه والحمد لله رب العالمين. تعلمون ان الانطلاقه نتاعنا الاولى انطلاقتنا اول انطلاقه كانت من العقله. العقله هذه شيء بين هي طبعا مسقط الراس كما قلت الاجداد والاصل من ثم. الحمد لله يعني اهل البلده طبعا ما همش حاسبيننا باللي رانا ناس يعني معناها ضيوف ولا بل نحن اصلا ذاتهم هم اهل البلده ونحن صانعي افراح اهل البلده ونحن من اول من يشارك في احزانها واتراحها الى غير ذلك. الملعب سخر لنا يعني اعطونا الورقه البيضاء قالوا هذا ملعبكم اللي وين تحبوا تلعبوا لان ما عندناش لان بصراحه ما عندناش الان يعني كما يقولوا فضاء مخصص لنا رانا نلعبوا في الفضاءات يعني الجواريه وكذا وبناء على يعني الدعوات التي تقام يعني او التي توجه الينا من طرف يعني كما احبابنا في تغزوت وكوينين ويعني والدبيله وغيرها من الشيء اللي زادوه اهل العقله يعني قالك الان الملعب راهو تحت تصرفكم وين تحبوا تستقبلوا ارواحوا اصلا ذاتهم هم راهو ملعب. اذكر ان بعد مرور سنه من يعني من 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 اعاده هيكله الفريق يعني درنا السنويه هذه الان يعني درنا فريقين نعم. احنا فريق واحد مجموعتين مجموعه تلعب بالاسود ومجموعه تلعب بالاصفر ودرناها في العقله ودرنا يعني
جمعنا فيها عدد كبير جدا من القدماء اللاعبين ثم في العقلة للجمهور إلى غير ذلك، يعني مرت بامتياز وقلنا الآن هذا هو سر نجاح الفريق، وهكذا يعني رانا بإذن الله إن شاء الله خطواتنا راهي ثابتة بإذن الله وخطواتنا راهي نعم. أبقى معكم دائما سيد جيلاني في مخصوص فريق العريبة، يعني توجتم بالدورة هذه وتطمحون للتتويج أيضا بدورات أخرى لما لا فيها مستقبلية، هل الآن الوقت يعني لفريق العريبة؟ يعني صحيح هذا الكلام يتطلب غلاف مالي معتبر، ولكن يعني بتضافر الجهود وبالقيمين على هذا النادي، يعني هل الآن الوقت لفريق العريبة يكون مثلا ينتمي ل يبدأ في التدرج في الأقسام؟ يعني لما لا يعني سئلت هذا السؤال في نعم. اللقاء النهائي حتى لو يظل يعني في أقسام نعم. سفل لمدة طويلة نعم. ولما لا يعني سئلت هذا نعم. السؤال منش عارف الآن أمر ليس سهل ولكن ليس مستحيل بالضبط نعم. بالضبط ليس سهلا وليس مستحيلا. قلت يعني تنحى بجانبا السيد حمزة قرفي نعم اللي هو وجوله تحية رئيس الرابطة يعني نعم رئيس نعم. الرابطة طبعا سي حمزة علاقتي به علاقة صداقة وأخوة يعني نعم. قبل يعني قبل كل شيء هو نعم. جار نعم. سي حمزة يقول لي الآن راني سمعت في الكواليس هكا وكذا أخبار على صح راكم يعني راح تونجاجو كذا. قلت له والله يا شيخ حمزه نقول لك بكل صراحه والله ما كان من الحديث وما خرج اصلا ذاتك. شوف قضيه لونجاجمو بكل صراحه ما نكذبوش على روحنا الان اتحدث يعني انا كشخص الان طبيعي وليس كشخص معنوي، اتحدث على نفسي لان احنا الان منظومتنا ما نقدرش الان نقول الان كاين ولا ما كانش دون الرجوع الى يعني استشارة والاستشاره هذه المهمه. لكن الذي اراه الان بان الامر راهو بعيد كل البعد صعب وبعيد صعب صعب. صعب صعب جدا جدا صعب جدا احنا في دوره اصلا ذات المهم التغزوت بركه اللي هنا هاي هنا تغزوت اللي اصلا تغزوت هذه المكان العمل نتاعي الان يعني في سلك التفتيش معناها في تغزوت تغزوت يعني بصراحه 16 دقيقه فقط معناها مسافه زمنيه تقدر ب 16 دقيقه ولما لا يعني تكون كفكره وتجسد يعني كل الاهداف كل يعني الاهداف كانت فكره يعني على مستوى بعيد يكون لهذا اللي قلت لك على مستوى بعيد بالضبط نعم. ممكن هذه اصلا ذات تكون نعم. لانني قلت لك الان راه عندنا يعني فريق اخر اللي هو اللي راه اصلا ذات ان شاء الله معولين عليه وهو الفئه الصغرى هذه نتاع نعم. هذه اللي تقدر تنجازي بها. اما الان حاليا بكل صراحة يعني الواحد قال لك مد سويقاتك على قد فراشك نعم. وانا ايضا قلت يعني ليس صعب وليس مستحيل بالضبط بالضبط نعم. 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 نعم نعم شكرا سيدي. ودير لكم السيد عباس كنت استضفت في الدورة الماضية يعني في الحلقة الماضية دورة الرديف التي اقيمت في النزلة يعني في المنظمة من طرف فريق اتحاد النزلة. فئة الرديف يعني هذا العام في فريق الاتحاد السوفي هي يعني اختيرت من الدورات الكروية يعني، وفريق الرديف هذا الموسم تألق فريق الاتحاد السوفي واحتل المرتبة الثانية بعد الفريق المتوج ببطولة الرديف في فريق مدينة قسنطينة. هل يعني كمنظمين للدورة يعني ولديكم باع طويل وخبرة طويلة في تنظيم مثل هكذا الدورات، هل لديكم يعني فكرة واستراتيجية لإعطاء حيز خاص واهتمام أكثر لفئة الرديف في الدورات المستقبليه اللي راح تنظموها يعني؟ والله لما لا تقريبا فئه الرديف فئه مهمه يعني كل خزان الفريق الاكابر في اي فريق في الوادي المقرن اتحاد السوفي اولمبي الواد وفرق اخرى تقريبا فئه الرديف او فئه الاوسط كيف حتى الاوسط معناها تقريبا نفس العمر تقريبا انا قلت كنا نظمنا الرديف اقل من 23 سنه نعم تقريبا يمكن في المستقبل لو ننظم دوره في يعني عندكم فكره عندنا يعني فكره يعني يمكن نعم. في الموسم القادم ولا ذاك كفكره ممكن يعني لانه اثبتت نجاحها كما قلت لك يعني فعلا لان هي رديف الاتحاد السوفي من الدورات تم اختياره يعني تقريبا نعم. بوابه للكبر نعم. يعني نعم. ممكن لما لا علاش لا نعم نعم شكرا سيدي. سيد عز الدين نعطيك فرصه يعني الحديث اكثر في هذه الحصه كلمه يعني نبدا عن مسيرتك يعني كلاعب نبدا عن مسيرتي مش ما تغشش منها يعني بالك ما تفكرناكش اسئله يا سيدي لاعب في امل العقلة نعم والعلم اني حارس مش جوير نعم وفي الدوره هذه وين لعبت جوير نعم يعني نلعب حارس ونلعب راس حربة في زوز يعني الفريق اللي لعب فيه امل العقلة يعني امل العقلة لحد الان مازلت لنتمي لهذا الفريق 7 سنوات ملي انجاج الفريق من 2016 مع الاخ بن موسى موسى بن عمر موسى بن عمر موسى بن عمر موسى بن عمر نعم موسى بن عمر نعم, موسى بن عمر نعم. من 2016 كان مع بدر الدين عازب وشيخ بن خليفه وجماعه من 2016 ليومنا هذا
وانا في الفريق امل العقلة لحد الساعة. نعم. يسمى ما لعبتش منه ولا منه. نعم. ولعبنا وفي للالوان يعني. اي وفي للالوان صراحة ما نجيش نتحرك من العقلة. نعم. شكرا سيد عز الدين. سيد جيلاني بحكم ان منصبكم يعني كمفتش اداري في سلك التعليم نستغلوا تواجدكم معنا. مؤخرا يعني تم من طرف رئاسة الجمهورية تم استحداث يعني على المستوى الابتدائي التخصص الرياضة على المستوى الطور الابتدائي، كيف ترى يعني هذا الامر يعني؟ ان شاء الله خير. ان شاء الله، إن شاء الله خير. نعم. كل خطوة يعني تخطوها طبعا بصراحة يعني الدولة في اطار تحسين ظروف التمدرس والرقي بالمستوى يعني المستوى التعليم. نعم. نثمنوها. نعم. احنا الان دائما ما تعودنا ان كل وافد فيه زياده داخل جديد ووافد جديد الى قطاع التربيه الا ويثبت بصمته الايجابيه. نعم. يعني في فترة قريبة جدا جدا يعني هذا العام الدراسي هذا الآن الذي انصرم هذا الليل. نعم. نعم. 2022-2023. نعم. شهد يعني شهد إدماج أو استحداث. نعم. تنصيب اللغة الإنجليزية في تعليم الابتدائي، طور الابتدائي الآن ما يثبته، وهي مقررة حتى الموسم المقبل. بالضبط. نعم. بالضبط ما يثبته، ما يثبته الواقع والميدان أنها كانت يعني فعل خير كبير جدا. قياسا على ذلك الآن في هذه السنة بإذن الله إن شاء الله مطلع هذه السنة الدراسية. نعم. سوف تستفيد جميع أو يستفيد تلاميذنا في جميع المؤسسات التربوية على مستوى الوطن من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الخامسة بأستاذ متخصص في الرياضة البدنية. نعم. هذا الآن من شأنه أن يعني بكل صراحة هذا الذي كنا ننادي به من قبل نقوله الآن يعني سبب أو الداء رانا شخصناه في الرياضة نتاعنا الآن وحسب نتائجنا المتقهقرة. السبب هو تهميش أو عدم الاهتمام بالفئات الصغرى وخصوصا معروف المنطلق الفئات الصغرى هي المدارس. نعم. هي المؤسسات التربوية. إذا كان أصلا ذات هم استثمرت في المؤسسات التربوية مش غير على المستوى الرياضي، على جميع المستويات. نعم. على جميع الأصعدة. من ثم الآن تبقى هذاك هو المحضن الأول للرياضي نتاع المستقبل. اليوم رانا نشاهدوا الان في يعني في 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 دول متطوره في بعض الرياضات ولا في يعني اغلب الرياضات مثلا كما الولايات المتحده الامريكيه ولا رم يعني من المدرسه وهم الان يعني المرافقه الدائمه والمستمره حتى انه وصلوا الانكم تشوفوا الان يعني في على الاقل برك نقول رياضه كره السله كيفاش رم الامريكان يعني كيفاش رم كيفاش ساسوها سياسه محكمه لصيقه بالمدرسه. شفت الان جامعات الان هم مش تخرج. نعم. الجزائر نفس الشيء. كاين واحد الوقت كانت فعلا الرياضات المدرسيه يعني اعطيت يعني سر تالق رياضتنا زمان ولا الرياضه المدرسيه. نعم. ولذلكم. نعم. انا اتفائل ان شاء الله خيرا. نظن يعني قبيل أيام قليلة من يعني إعلان نتائجهم هؤلاء اللي نتمنى إن شاء الله. نعم. أنهم بإذن الله إن شاء الله يمتصوا كامل إن شاء الله وكامل إن شاء الله المهم يتوظفوا لأن اللي راهم خريجي هذا التخصص عبر جميع يعني في الولاية ولا خارج الولاية. نعم. هذا الآن إن شاء الله بإذن الله مولود ورافد جديد لرياضاتنا إن شاء الله بحول الله إن شاء الله والقادم إن شاء الله يكون افضل ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله نبقى دائما في هذا السياق والاخ عباس والاخ عز الدين ممكن يشاركونا في جواب على هذا السؤال فيما يخص التخصص الرياضه في الابتدائي وانتم في سلك التعليم الاخ جيلاني. هناك من يقول انه المؤسسات الابتدائيه غير مجهزه يعني. نعم. هذا ما يطرح اشكاليه في في يعني في في مثل هكذا امور يعني كيف ترى هذا الطرح؟ شوف الرؤيه طبعا الامكانيات الابتدائيه يعني ناقصه شويه المؤسسات طبعا. نعم. هي يعني كما يقولوا يعني لا تتوفر على ادنى يعني فضاءات خلاص. نعم. مهم لممارسه. نعم. الرياضه الان حتى التلميذ ما عندوش فضاء حتى باش يتحرك. نعم. ما عندوش. نعم. يتحرك. لذلك ابرقت لنا وزاره التربيه الوطنيه يعني هذا في الموسم الدراسي هذا الفائت. نعم. يعني ان القيام بعمليه مسح شامل لجميع المؤسسات يعني التربويه. نعم. اي من الفضاءات يعني القريبه من المؤسسه التربويه سواء كان فضاء
يعني مؤسسي يعني تابع المؤسسة. نعم. مؤسسة هذه الآن تكون يعني مؤسسة تابعة للشبيبة والرياضة أو مؤسسة تابعة لوزارة التربية الوطنية كما الثانويات والمتوسطات. نعم. أو أيضا حتى الفضاءات الجوارية. نعم. هذه الآن قالك الآن أعطونا أصلا ذات المهم يعني جميع المؤسسات جغرافيا يعني البعد بينها وبين الأقرب. بالضبط. هذا يعني هذه آخر شيء يعني قمنا به. يبقى أنه التفسير تفسيره ربما يتم ربط أو يتم يعني تنسيق ويتم يعني برمجة هذه الفضاءات لصالح هذه المؤسسات. الحجم الساعي لكل طبعا المهم فوج هو ساعة. ربما يعني المؤسسات التي لا تتوفر على مثل هذه الفضاءات ونزاو لتلاميذ المهم هذا النشاط يعني المتوسطة لحدهم ولا الثانوي لحدهم ولا الفضاء الجواري لحدهم اللي تابع لوزارة الشباب والرياضة أو غير وزارة الشباب والرياضة. نعم. هذا هو اللي حد الآن اللي نعطيك يعني أما هو تأكد أن جميع تلاميذنا على مستوى الوطني الموسم القادم راح يمارسوا التربية البدنية هذه أو الرياضة البدنية مع أستاذ المتخصص وفي الفضاء الاختصاص. نعم. 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 تفضل الأخ عباس وأخ عزين هلكم أنت تضيفوا في هذا والله الموضوع هذا الشيخ أدرى وكما قال لك. نعم. لا بحكم لديكم أبناء يعني تمدرسوا أكيد أكيد. نعم. حاجة مليحة معناها الرياضة على المستوى الابتدائي تقريبا. نعم. تكون طريق معنا الابتدائي كما دام كان في المتوسط وفي الثانوي أكيد. نعم. حتى الابتدائي لازم تكون معنا باش تكون مسار من الأول حتى للنهاية تكون حجم لح كما قالك المشكل فقط في الهياكل معنا كان ابتدائيات. نعم. ما فيهاش فضاء. نعم. لكن كما قال الشيخ ربما الوزارة دارت الشيء هذا تقريبا. نعم. تكون عملية ناجحة تقريبا. نعم. أكثر من هو لماذا الابتدائي يعني سر نجاح يعني أي رياضة؟ كنت طرحت يعني هذه الإشكالية في الحصة السابقة. الأوروبيين يعني تفوقوا علينا في التكوين هم كانوا عندهم واحد الكاتيجوري واحد الفئه البوسان فئه الكتاكيت البوسان كتاكيت منذ السنه الرابعه والخامسه منذ السن التحضيري لدينا اللاعب يعني يتعلم ابجديات الرياضه اللي حيمارسها سواء رياضه جماعيه او فرديه. هنا مثلا تجد اللاعب في عمر 13 و14 في السن الاكماليه تفوتوا اشياء كثيره يعني لما يعني كان اشياء لازم يتعلمها منذ الصغر يعني هذا احنا لما نشوف النتائج الاوروبيين نحير يعني نتائج جيده ولكن التكوين كلش مدروس كلش يعني بطريقه ممنهجه نشوف فيها شيء ايجابي هذا يعني الرياضه في وحتى التلميذ لما يمارس الرياضه تنعكس حتى على نتائجه الدراسيه يعني اكيد. نعم. فضاء الرياضه مطلوب نشوف فيها حاجه ايجابيه. نعم. لان احنا ما عندناش مدارس البرة وتكوين وكذا لازم في الابتدائي كي يديروا لهم الرياضه المنهج يكون سليم الاول ما تجيبلاش انت المنهج تاع البكالوريا ولا تاع الثانويه ولا تاع المتوسطه وتمشي به في الابتدائيه. نعم. كل طور ولا اكيد والاحتياجات تاعو وبحكم الطفل اكتيفيتي الطفل الصغير نشط. نعم. يسر لازم تحاول تفرغ لهك الشحنه هذيك. نعم. واني هو اصلا سبب معذره المقاطعه هو اصلا سبب الفوضى بعض التلاميذ على الطور الابتدائي لانه ما عندوش الكبت. نعم. يعني ما عندوش فضاء يخرج فيه المكبوتات يعني. صحه ونحب نوصل لك. نعم. لازم انت تخليه يخرجها بواش بالرياضه بحاجه فيها الحركه. نعم. نعم. لازم تتجند له بصح المعلم مش باش يتجند له. نعم. المراقب. نعم. مش باش يتجند له. نعم. نعم. بصح داروا استاذ تاع تربيه. نعم. خصيصا للشيء هذا وني. نعم. واهله وهذه حاجه نشوف فيها ايجابيه انا وهاو الشيخ جيلاني ممكن. نعم. يكون عنده اضرب الشيء هذا وني والاقرب لنا. نعم. قبل مواصله الحصه يعني المخرج السيد يضع لنا صوره زميل على القناه صفحه القناه. نعم. لا ثم قبل ان نواصل الحصه السيد المخرج السيد سيضع صوره زميلي في القناه على صفحة القناة ثم سأطرح لكم سؤال عليه. زميلي هذا شارك في دورة تغزوة الأخيرة. نوصل الحصة لأسئلة الحصة. نخرج الآن عن دورة تغزوة دورة الشهيد محمد العيد الشويخ والفريق نادي العريبة المتوج باللقب. نتحدث الآن عن الرياضة بصفة عامة. مؤخرا البارحة تم تعيين عمر بلعطوي على رأس فريق الاتحاد السوفي. هذا اللاعب هو لاعب دولي سابق لاعب سابق في فريق مولودية وهران الجيل ذهب إلى مولودية وهران الذي بلغ نهائي كأس أفريقيا الأندية البطلة بالصيغة القديمة سنة 89 وانهزها أمام نادي الرجاء البيضاوي. سبق له أيضا تدريب عدة نوادي في الغرب مولودية وهران وداد تلمسان شبيبة تيارت اتحاد بسكرة دفاع تجنانت. كلمة عن هذا التعيين يعني
ممكن تقول تشاركوني يعني هو خلفا للمدرب المنتقل الى رائد القبة رضا بن دريس الذي حقق الصعود للرابطة المحترفة الاولى. تفضلوا يعني فيما يخص هذا التعيين يعني تعيين ان شاء الله نقولوا ربي وفقه الاتحاد السوفي. الكل كان يتمنى يعني استمرار رضا بن دريس ولكن أكيد هذه احوال يعني رياضة يعني الرياضة خطره هنا وخطره ماشي نعم هذه احوال المدربين من فرق فريق الاخر حبينا الاستقرار نعم ويكون عنده الخبايا كل تاع رضا بن دريس لكن نتي هذه مجريات تاع الرياضة خطرة تكون وخطرة ما تكونش وبرعطوي ممكن أنه ما يتوفقش في فريق اللي راهو لا فرق الضغط على مدة وهرة مش كيف الضغط مش كيف في فريق كيف الاتحاد السوفي يعني. نعم نعم مش كيف كيف ممكن قادر يتوفق يعني في الاتحاد السوفي نعم. متوفقش في بسكرة والله أنا مدرب حتى بسكرة درب بسكرة درب اتحاد بسكرة نعم. قادر يتوفق في الاتحاد السوفي نعم لانه بلعطوي اسم مش لو حتى لما عنده كارير نعم وحتى لما يجي الفريق من اجل البقاء يعني حتى الفريق يكون بلا ضغط يعني نعم اكيد نعم ومن سر نجاح اي فريق عدم البيع الوهم للانصار يعني لما المناصر منذ بدايه الموسم يعني يكون متوقع انه الهدف هو البقاء يعني حتى ما تكونش يعني كاين نعم الهدف هو البقاء لانك لازم تشتري كبير شوي صراحه هذه كره القدم الفريق يعني الاتحاد السوفي لازم نقولها صراحة القسم الأول ليست مقابلات فقط هناك كواليس وأمور أخرى فريق يعني كما يقول عظم طري يعني في القسم الأول ما هوش يعني عنده يعني صلابة وعنده خبرة وعنده يعني لازم يعني لازم موسم الزوز باش تشكوا باش لازم يرسم اللي يحصل وفرق كثيرة يعني لما حققت الصعود يعني طمعت وهذا ما أدى إلى شربهم العيد وكي دفاع دجنات نعم بصح يعني نضرب مثل بمولدية البيض نعم ولكن البيض يعني المشكلة هل تستطيع الاستمرار على هذا النسق هذا هو الإشكالية المطلع. هو المشكل ممكن البيض مثلا نتمنى لها كل التوفيق فرق عديدة مثل البيض لما أغلبية النجوم تاعها مثلا راحت لفرق أخرى أصبح يلعب على البقاء يعني فرق أخرى نتمنى التوفيق لكل فرق يعني البقاء في القمة بالنسبة للبيض صعيب يعني إن شاء الله يقولوا يبقوا في القمة نعم يعني نتمنى التوفيق لكل فرق يعني نعم. أكيد وفيما يخص الاتحاد السوفي أنا نستنوا في التعاقدات الجديدة هذه وين نعم. هي اللي تبين أخ الأخبار تقول ممكن تعاقد مع مهاجم ولدية وهران يا دادان ممكن ممكن يعني لا يتم التعاقد معه يعني إن شاء الله ماذا بينا يعاوننا مليح نعم. ولو أنه ذهاب بلغ حسين يعني خسارة كبيرة للفريق وذهاب أمير يحيى لشباب قسنطينة أمير يحيى خسارة كبيرة يعني رئة وسط الميدان يعني أمير يحيى خسارة كبيرة نعم. وكين أسماء أخرى يسر حتى بن عياد ممكن يعني هناك أخبار تقول حتى مهاجم مدية وهران مراد بن عياد ممكن يعني يتقمص ألوان ممكن يعني بالعطي باش يجيب لاعبين يعرفهم نعم. من الغرب نعم. كل مدرب استراتيجية تاعه هذا نعم. راح يجيب لاعبين ما يعرفهمش هو الشيء ممكن تشاركوني في الأمر سيد عباس الجيلاني هو الشيء المبشر يعني بالخير تعيين المدرب قبل تعيين اللاعبين لأنه المدرب لما يشوف التشكيلة يعرف احتياجات الفريق ويطلب المناصب اللي يشكو منها الفريق عكس فرق كبرى يعني تعيين اللاعبين ثم تأتي بالمدرب يعني وأحيانا المدرب يكون في نصف الموسم يقول لك مثلا أنا عندي معناه تروا أريير جوش تروا أريير دروات عندي مثلا عندي نقص في الريكيبيراسيون يعني هذا من تعيين هذه من سلبيات تعيين اللاعبين قبل تعيين المدرب يعني لا هي يكون نعم. هذا عمل غير احترافي في نوادي الكبرى تقوم بشيء هذا هي يعني. من الأفضل شيخ البشير من الأفضل تعيين المدرب قبل اللاعبين نعم هو يعرف احتياجات الفريق يعني نعم لكن نادي تو شفناها كما نقولوا روتار شوي لاعبين اللي بين حاجه الاسماح ذو جوده تلقاهم خطفتهم نوادي اخرى لا هنا الامور الماليه لازم ماليواني امور ماليه هنا امور ماليه يعني صراحه الفريق السوفي يحتاج ينافس فريق مثل البنوديه او فريق مثل نعم يحتاج الامور الماليه اكثر من اي وقت نعم لانه مش كيما القسم الثاني كيما القسم الاول امور صعبه نعم لا صعبه ياسر نعم ونحييهم الرجال الواقفون على الاتحاد السوفي من بينهم الشيخ يوسف الصخري نعم تاع رمزي ورمزي المانجر تاعه راهم يخدموا في خدمه ربي يعينهم ويحسنهم انا صراحه احنا ما نشوفوهاش احنا نشوفوا غير الحاجه نعم الايجابيه نعم نقولوا يا دار الروتار في الاستخدامات صح دار الروتار نعم. صح احنا قاعدين في منطلق صراحه يعني هم الضغط عليهم يعني نعم يخدموا في خدمه كبيره هم نعم هيا يكون يبدا يكون طاقتي لك مع جوار مثلا تاع بسكر هذاك جوار مليح عدوان ايه طارق عدوان ايه كونتاكتي لك معاه كذا يضل يدير الباز تخطف عليك مثلا اصطيف نعم انت باش تمد له مبلغ مالي معين تصطيف تمد له الدوبل
يهرب عليك. نعم. لازم حكين حوايج لازم الاتصالات تكون سريه تم. اهم حاجه هي سريه. نعم. وهذه مشهوره بها الاتحاد السوفي والاداره الاتحاد السوفي. انا مديت على طبق ذهب لفرق اخرى. هذا الكلام الذي كان تفضل سجلني. نعم. الله يسعدك بعد اذنك عز الدين. كان يعني الكلام اللي يقول فيه عز الدين صراحه هذا هو اللي خلى فينا بريق او بارقه شعاع الامل. نعم. في فريق الاتحاد السوفي التسيير المحكم والمنضبط ل سي يوسف صخري. نعم. وطبعا الهيئة الإدارية. نعم. لمعة. نعم. نقول لك هذا هو الذي يخلينا نعيش هذا الأمل. زائد يعني عمر بالعطوي بكل صراحة حبينا والله كرهنا. نحن من نعرف عمر بالعطوي. عمر بالعطوي كيف كان يعني يصول ويجول. في الجيل الذهبي لمدة وهران. فعلا كان يعني بكل صراحة. نعم. شخصية أو لاعب من. ولد فاميليا يعني صراحة. الطراز الوازن. ولذلك يبقى قضية المهمة التدريب. إحنا من لسنا الأهل اختصاص. نعم. لكن ان شاء الله نتفائل خير نحطوه في الاجواء لا نتفائل خير. نعم. نعم. خاصه الخطوه التي خططها او التي يعني اقدمت عليها الاداره وهي تعيينه قبل يعني استقدام لاعبيه. نعم. نقول نعم. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كل المعونه ان شاء الله ليه ان شاء الله من طرف يعني الاداره ان شاء الله متعاونه الجماهير ان شاء الله متتفاهم ايضا وتعاونه اللاعبين من يعني من بطبيعه الحال لابد ان يعني يعاونوه ويدا بيد ان شاء الله باذن الله الى وش راح نقوله الهدف هو الثبات والبقاء في القسم الاول. نعم. اذكر ان من بين الاهداف يعني التي سطرت في البدايه بالنسبه للاتحاد السوفي لم يكن الهدف هو الصعود الى القسم الاول. نعم. كان المهم البقاء. نعم. المهم. نعم. البقاء. نعم. الساعه ولذلك اعتقد ان هذا الامر ماهوش غافلين هذا ما زاد في حلاوه الصعود بالضبط ماهوش. نعم. غافلين عليه الان. نعم. يعني المسيرين وكذلك يعني وعنده خبره من تجارب فرق سابقه بالضبط. نعم. اكيد احنا بحكم نتبع عن كثب خاصه. نعم. الجوار هذا موني تاع القسم الثاني والقسم الثالث والقسم الاول نتبعوا فيهم ياسر بالتعاقدات تاع الاتحاد السوفي كاين واحد الاستاذ دكتور الشيخ احمد نصير تبع حتى هو قال لنا هذا ويني ماهوش اكيب تاع بقاء هذا اكيب تاع منافسه نحيوه لنحيوه. نعم. نعم يعني بحكم الجودة على الجوارة. نعم. 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 تفضل سيد عباس تعيين عمر بالعطوي على رأس الاتحاد. إن شاء الله يوفق عمر بالعطوي وأكيد استراتيجية اللي مشابهة يوسف صخري خدم في السرية. نعم. ما بين حتى شيء للعلن. أكيد هو عارف وش راه يدير. أكيد باش أكيد مسطر برنامج. نعم. للبقاء وربما أهداف أخرى مخفية. نعم. من المتوفير الاتحاد السوفي. نعم. وان شاء الله يشرفوا الولايات الواد وهذا الشيء نجم كما شرفوا هرم شرفين. نعم. نعم. ونداءنا ايضا من هذا المنبر منبر حصه سكور سبور حصه رياضيه نداءنا لمناصر البسيط فيما يخص تدعيمات لا يجب مثلا ان تكون تدعيمات من اجل التدعيمات فقط الفرق الكبرى مثلا لما تكون ما تحتاج مثلا في لما تكون هناك تدعيمات نوعيه يكفي احيانا فرق في الماركاتو الصيفي مثلا تتداعب بلاعب او لاعبين عندك نقص في منصب من المناصب مهم في نعم احيانا هناك فكره لبعض المناصرين البسطاء التدعيمات تكون بعدد لاعبين بكثره يعني اعداد كبيره لا احيانا مثلا يكون عندك مشكل في ظهير ايسر مشكل في ظهير ايمن مشكل في وسط ميدان دفاعي مشكل في التنشيط الهجومي يكفي انك في حارس يكفي في مثلا في مدافع محوري يكفي ان تستخدم تقوم باستخدامات نوعيه ليست استخدامات من اجل استخدامات فقط هناك نوع من الانصار لما تكون الاداره مثلا تصرح باللي ما نحتاجش لاعبين ياسر تدعيم هناك يعني يكثر النقد ويكثر لا احيانا الفريق محتاج تدعيمات يعني تكون تدعيمات نوعيه فقط لسد بعض الثغرات هذا ما كان يعني احنا المشكل ان تدعيمه يعني رحيل لاعبين بعدد كثير وعوده لو واستخدام لاعبين بعدد يعني اكثر يخلخل ليكيب يعني صراحه يعني تبدا من الزيرو ديما نعم نعم هذه ظاهره في الفرقه الجزائريه يعني يصرحوا 11 ويجيبوا 11 يصرحوا 12 ويجيبوا 12 مثلا قله يعني الاستقرار مشكل مثلا في مولوديه الجزائر هناك كمناصر لمولوديه الجزائر فرق تمشي بضغط الانصار يعني صراحه يعني ضغط الانصار نعم كل عام يجيبوك 11 جوار نعم نعم عاود مدرب جديد عاود رئيس فريق جديد نعم حتى هي الفريق ما يهزش الظل نعم يبقى يعني كيما هكا لازم شويه الاستقرار نعم فريق ماهوش مستقر ما يحقق لك حتى نتيجه سواء في النيفو العالي في القسم الاول والثاني ولا سواء في الولائي ولا في الشرفي الاستقرار مهم جدا في الفريق واحد عوامل الفريق اللي تخلي الفريق يوصل بعيد نعم. وكاين شيء نتائج. وكاين شيء اخر يعني لما مثلا يكون رئيس من الرؤساء لما يعطي فرصه للاعب او لاعبين يعني مجموعه من الرديف يطلعهم للاكابر يعني تقوم الدنيا ولا تقعد يعني احيانا الرديف يكون خزان اكثر يعني من جيب لاعبين باموال باهظه باجر يعني باجر شهر يعني باهظ يعني امر غريب احيانا يكون عندك يعني مثلا شباب قسنطينه مثلا الرديف توج لموسمين
الايطاليان ببطولة الرديف. يعني يعني انا لو كنت في مكان يعني مسؤول عن القصف الثاني يكون يعني يكون التمويل من خزان من فريق الرديف يعني. لماذا اتي بلاعبين باموال باهظه وعندي خزان في الرديف يعني؟ احنا يا من الرديف ديما يطعموا بهمك. احنا الرديف فئه الرديف محقوره صراحه. محقوره الناس كل تستعجل النتائج والناس كل تمضي للنجوم يعني. حوسوا يعني كما نقول نحوسوا على الوجه ما يحوسوش يصنع. نعم فريق. نعم نورمالمون يهزوا العبره من بلادو. بلادو كل عام تخرج نص اللي جوار مثلا اللي بروفيسيونيل تلقاهم فايتين على بلادو يعني. ولو كان الا اذا كان جوار عنده موهبه. نعم هذاك باش يخرج واحده سيرتو من الاتحاد ولا من بلوزداد ولا. نعم. يخرج جوار ولا مصطفى. لو كانوا عندنا اربعه وخمس نوادي من بلادو كره جزائريه تكون بخير يعني. نعم. حتى في الرياضات الجماعيه الاخرى حتى في كره السله وكره الطائره تكون اكثر احترافيه. نعم نعم نستغل ايضا تواجدكم معنا وانتم يعني من اهل الرياضه للتكلم ايضا عن مجموعه المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم، المجموعه السابعه التي تضم الى جانب الجزائر غينيا اوغندا الموزمبيق بوتسوانا والجزائر غينيا اوغندا موزمبيق بوتسوانا و تنزانيا. لا مش تنزانيا الفريق الاخير الصومال. الصومال 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 نعم. كيف ترون هذه المجموعه يعني؟ والله شوف في كان يسمها تصفيات إفريقية وليس تصفيات كأس العالم. لا نظر لا نعم لا لا لا, 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 لا يجب البت أن نستبسط يعني الأمور. بكل صراحة الكرة الإفريقية تطورت. معليش الآن أنت تقول لي بأنه يعني لابد أن لا نعطي الأمور يعني أكثر من حجمها. نعم أقول لك الآن لا بالعكس الآن نضعها يعني في مسارها الحقيقي بالضبط. نعم. كل فريق نعطيه الآن الحجم نتاعه. نعم الان عمل كبير في 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 الاتحادات الافريقيه. نعم. والكره الافريقيه راهي تطورت تطور كبير جدا يعني. راكم تشوفوا الان يعني الاوروبيه يعني تطورها والوثبه النوعيه والاستقطاب الذي يعني تستقطب فيه يعني الكره الافريقيه الكره الاوروبيه هي الرافد والخزان تاع يعني الفرق الافريقيه هذه. نعم. الان راهو بصراحه ما تقوليش الان باللي راهو كاين يعني يعني او لاعب واحد. نعم. فقط يغير يعني مسار تاع فريق كامل. نعم. لذلك ان ناخذ الامور بعقلانيه. نعم. ناخذ الامور بعقلانيه وبجديه. نعم. معليش الان على الورق حسب النتائج يعني السابقه. نعم. نقول بان المنتخب او جميع المنتخبات التي هي في المصاف يعني المهم الاول راهي تقريبا في أريحية. نعم. إلا من أبى. نعم. هكذا نقول. ولكن لا لابد أن نأخذ هذه الأمور يعني لأن خاصة في إفريقيا ممكن هذا الآن في أوروبا قد نقوله يعني لما يلعب أصلا ذاتهم فرنسا ولا تلعب عن إنجلترا مع سان مارينو ولا تلعب يعني نقوله بأن بصراحة ولا مالطا ولا كذا ما زلت بالعكس شفنا أن إيطاليا تقصى شفنا إيطاليا تقصى من, 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 من كأس العالم وتقصى من اليورو تقصى يعني من فرق مغمورة. لكن إذا كان هذا في أوروبا وقليل حدوثه في إفريقيا أكثر لأن الظروف يعني الطبيعية والظروف يعني المحيطة بالرياضة وبالملاعب وكل جمهور في أدغال إفريقيا راه وحتى الظروف الطبيعية يعني من ناحية المناخ راه كلها تشكل يعني عبء وتشكل يعني لابد أن ينتبه لها القيمون على المنتخب الوطني رأسا يعني المدرب القدير يعني جمال بلماضي الملهم. نعم. نقول بأنه لابد أن تكون يعني فيها الحمد لله رب العالمين. إحنا كجمهور نقول إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله رأي حظوظ إن شاء الله وافرة كما يعني حظوظ عديد الفرق اللي قلت اللي راهم كانوا في البوكي. نعم. نمبر وان. نعم. وكان يعني كان حقيقة لازم ممكن حتى تشاركوني في هذا الطرح كاين واحد بعض الأمر لازم يفهموا الشارع الرياضي الجزائري الفريق في مرحلة انتقالية يعني لازم الصبر يعني صراحة يعني, يعني ممكن يعني بالماضي مازال ما لقاش تلك التوليفة التي يعتمد عليها في مقابلات خاصة مع فرق كبيرة يعني لازم الصبر على الفريق صراحة يعني ممكن مثلا تلعب مع أوغندا أو مع بوتسوانا بأي فريق أما مع الفرق الكبرى لازم تلقى التوليفة يعني خاصة لدينا مشاكل في عدة مناصب يعني محور الدفاع مثلا منذ ذهاب العمري ما عندنا مشكل كبير مازال ما لقاش توليفة أسكو يعني هي لعب ما
مثلا بالعيد مع طوغاي او مثلا امور يعني في فيما يخص المحور. هناك اشياء يعني في, في يعني على مستوى يعني على مستوى المهاجم يعني راس حربه يعني سليماني على وشك الاعتزال يعني عنده مشكل في في مشكله القناص يعني في حراس المرمى يعني زغبه يعني لم يؤدي اداء جيدة وكجدة حتى قبل ما يعتزل ما كانش يعني ذلك الحارس يعني الكبير كبير يعني نعانيه في مشكلة الحراسة صراحة. وأكبر دليل يعني مقابلة النيجر يعني الهدف اللي تلقاه مندري يعني الهدف ساذج صراحة يعني وأي فريق يبدأ بحراسة المرمى يعني أمور بين مثلا نقاط إيجابية في البطولة العربية هذه تعال بنجاح يعني عودة بنجاح لمستوى سنطرح سؤال الآن على البطولة العربية هذه حاجة مهمة هذه حاجة مهمة والفريق مثلا بيكون تنافسي لازم يكون قوي من جميع الخطوط. نعم احنا مؤخرا مع الفرق الكبرى لازم من ربع فرصه تسجل يعني نعم. يعني مش يكون عندك قناص لازم نعم. تكون ربع فرصه نعم. وكيلك نعم ومش شرط ان ما تقدرش يعني بفرق كبيره تضيع 6-7 مرات هم يماركيو يعني يسجلوا عليك كيما تضيع فرص تتلقى اهداف يعني اما في المشوار نعم. اما في المشوار نشوف فيه مشوار ممكن سهل نوعا ما سهل نوعا ما ولانه طول مده التصفيات لمده عامين التصفيات تبدا في نوفمبر 2023 وتختتم في نوفمبر يعني مده عامين يصرى فيها تحدث فيها اشياء كثيره يعني عندنا كاين فونتاج ثاني كاين افريقيا منتخبات ما تلعبش في ملعب تاعها اي تلعب برا انت عندك لو انه المنتخب الغيني يسعى لتاهيل ملعبه يعني السلطات الغينيه يعني تقوم بدور كبير لتاهيل ملعب كوناكري يعني أن يعني تعرف الضغط في لما تلعب في ملعبك مش كيف لما تلعب في ملعب على الورق المنتخب الجزائري على الورق هي على الورق تبان مجموعة سهل سهلة جدا لكن في داخل الأفريقية الكولسة والظروف الطبيعية نعم نعم. لازمها يعني كما يقول لك الاحتياط نعم. يعني ديما مش تعالج حاجة لازمك ترجع شوي تالي يعني نرجع ولا أنه غينيا تاريخيا عقدة المنتخب الوطني الجزائري تاريخيا نعم. يعني نعم معليش معطيات حالية تفوقنا عليهم في مصر 3-0 ولكن تاريخيا غينيا شكلت علينا صعوبات كبيرة خاصة مثلا في 2007 مع المدرب كافالي لما كان المدرب نوزاري يدرب منتخب غيني خسرنا فيها 5 جولة بهدفين لصفر وما تأهلناش يعني نعم. وثاني كما قلنا لازم باش تعالج حاجة ما تروحش للفريق ديركت احنا مثلا عندنا مشاكل في الاتحادية ولا ما عندناش مشاكل ولو أن حتى تتويج الفريق الوطني بكأس أفريقيا الشجرة التي تغطي الغابة الكرة الجزائرية يعني ما زالت مريضة يعني صراحة الوطني يعني الفريق الوطني الفئات الصغرى يعني تعاني منتخب أقل من 23 سنة أقصي يعني 17 سنة 23 سنة ضيع ميدالية برونزية أمام السودان يعني المنتخب الوطني بطولة عربية لا نقول بطولة إفريقية المنتخب الوطني بجميع أصنافه يمر بفترة فراغ كبيرة المنتخب تاعنا الأكابر من ماتش بوركينا فاسو في المغرب نعم من ثم هو في انحدار نعم. الى يومنا هذا مازال ما لقاش الضاله هذا واش لازمك تكون عندك اتحاديه قويه لازم ترجع المنتخب لابد ان يكون المنتخب مسند وبالرغم من انك كان خزان وكان على ذكر الخزان الناس اللي كان الناس تهدر في الفيسبوك وتلوم على الفريق الوطني تراجع مستواه أحيطه كعلما يعني الجزائر غير مصنفة في تصدير اللاعبين إلى الخارج يعني السنغال مثلا في المرتبة الأولى والثانية في تصدير اللاعبين من البطولة السنغالية إلى الخارج يعني هذاك علاش ديما مثلا ساديو ماني اليو سي سي عنده يعني عنده ديما الخزان يعني احنا يعني حتى اللاعبين تاعنا مثلا أمثلة عديدة تلقاه يحترف في أوروبا ويرجع يعني مثلا بوصوف يعني كان لاعبين احترفوا ورجعوا يعني ما فرضوش نفسهم حتى في الدوريات الأوروبية لا نقول قوية متواضعة احنا مؤخرا عدنا نصدروا للخليج اكثر من باستثناء سليماني ممكن السوداني ما كانش يعني حتى بنجاح يعني لو كان في اوروبا لكان مستوى احسن يعني أحسن. نعم كاين واحد الاحصائيه حرمنا من بنجاح يعني بطبعه اوروبيه احسن من طبعه الخليج يعني نعم احصائيه دارها واحد السويسري مختص في تاع تحويلات لاعبين نعم يلقى مثلا في المرتبه الاولى السنغال تصدر لاعبين عدد لا يعد ولا يحصى لا يعد ولا يحصى اذا ما خدتنيش ذكر هي في المرتبه الاولى هي في المرتبه الثانيه المرتبه الاولى افريقيا نعم نعم الجزائر مصنفه لكن ناتي وشي غير مصنفه غير مصنفه مصنفة غير مصنفه حتى مع الخمس الاول الخليج قال اكثر لاعبين جزائريين يروحوا كيما يقولوا لاسيا
والله يروحوا في افريقيا تونس ومصر، عندنا تونس مع بيان تونس نعم. ونشوفوا مثلا الكره السنغاليه منتخب محلي توج باللقب، منتخب اقل من 17 سنه توج باللقب، المنتخب النسوي يعني توج، المنتخب الكره الشاطئيه توج باللقب يعني. والانديه السنغاليه لا تتالق نواديها يعني، لا تتالق قاريا، لو كانت يعني الخزان السنغالي الذي يخرج اوروبا لو كان في نواديها لما كان يعني لما استطاع اي نادي الوقوف امام نوادي السنغاليه يعني. يصنع العجب نعم نعم نعم. ايضا نتطرق بحكم يعني البطوله العربيه في هذه الايام في مشاركه شباب الوزداد، يعني شباب يعني في المجموعه التي تضم الوحده الاماراتي والكويت الكويتي ورجاء البيضاوي، انهزم في اللقاء الاول امام الرجاء البيضاوي رغم انه كان متفوقا، مدل المهاجم وانبا ضيع ضربه جزاء. ايضا انهزم امام الوحده الاماراتي، تنتظره مقابله شكليه لانه اقصي خلاص يعني، تنتظره مقابله شكليه امام الكويت الكويتي. كيف يعني تفسرون يعني هذا التعثر لشباب الوزداد؟ والله نقول تعثر تقريبا، البطولة أصلها مش ماهيش في وقتها معناها. نعم. بالنسبة بدنيا وذاك تقريبا بحسب ما نشوفه بالوزداد راح من أجل باش المشاركة فقط معناها. نعم. عاش مش بسطر هدف باش يدي البطولة. نعم. تقريبا نشوفهم يلعبوا معناها تاهين في استاد وبدنيا منهارين. نعم. هذا الشيء اللي نشوفه معناها، راح من أجل المشاركة فقط. نعم. بالنسبة لي أنا حسب رأيي البسيط معناها البطولة ماهيش في وقت. نعم. هذا الشيء اللي نجم نقول انا. نعم نعم تفضل سي. نعم ربما كما يعني عطفا على ما تفضل به سي عباس، فعلا يعني الظروف المحيطه بالظروف المواكبه للكره الجزائريه ولفريقنا هذا المتوج بالبطوله اللي هو فريق طبعا شباب الوزداد، اللي يبقى طبعا قيمه يعني ثابته، قيمه ثابته نعم. يبقى قيمه ثابته طبعا، زد على ذلك هي حتى انا يعني اعتقد اعتقاد نظن شبه جازم، حتى لا اقول جازم لاني لست طبعا من المسيرين ولا اللي بالوزداد، ولكن كاين اشياء بينه يعني اشياء تتضح لان الهدف طبعا هو ليس يعني البطوله ابدا، الهدف هو حاله المهم يعني القادم من 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 المسابقات خاصه المهم القاريه اللي راهو الان راح يشوفوا في 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 يعني في لاعبيهم، لابد ان يعني يعني الاحتفاظ ما امكن بالقدر اللي ما امكن من يعني اللياقه البدنيه للاعبين، عدم استنزاف اللاعبين، لان هذه البطوله لو لعب لها يعني شباب الوزداد يعني بثوب يعني المنافس لي واللعب على 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 انه يعني راح يكون كيما يقول يعني في البوديوم تاع، فتقريبا ما راحش يقد يواصل خاصه الظرف الخاص الذي يعيش الذي تعيشه الكره الجزائريه. نشوف الان برمجه الكره الجزائريه الان كارثيه صراحه، البطوله تنتهي في 15 جويليه يعني. ومتى انهيت البطوله وانت يعني تم يعني متى اختفت البطوله وتنتظرك يعني منافسات وبطولات قاريه، والمشكل دور التمهيد دور التمهيدي في 18 19 اوت يعني دور التمهيد واللاعب ينتهي العقد تاع 30 جوان يعني، حتى شباب قسنطينه مع نجم الساحل يعني في دور التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا ماهوش يقدر يدمج لاعبين جدد، حيشارك بتشكيله الموسم الماضي يعني أكيد. امر مش مؤهلين نعم. امر غريب يعني صراحه هذا الخلط بصراحه، قلت لك قد خلطه كبيره في الاتحاديه نعم. الذين سمحنا زدين حتى كنت يعني كاين العديد انا راي في من الرياضيين عبر شبكات التواصل رب الان يعني يتحدثوا على شباب الوزداد غير ذلك، نقولوا لا الواحد ينصف يعني ما ينصف قوله. صحيح يغيظنا انه معناها يعني العلم يعني هناك الفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي لا يجب ان تقال صراحه، هناك مثلا نادي جزائري لا يجب التنمر عليه يعني، هناك الفاظ صراحه يعني بالعكس كل ما هو جزائري لازم الدعم، حتى لو بطوله ضعيفه وحتى لو نادي ضعيف وحتى لو نادي اللي خسر امامه اقوى منه التنمر مش مليح صراحه، احيانا نقراوا مفردات يعني في الفيسبوك صراحه يعني عكس ذلك نعم ماكش طبقات الناس كل يعني هو لابد ان واحيانا تقراها من يعني من مش من من ناس يعني على عندهم باع في بالضبط، هذا هو الحديث هذا الشيء لابد لان ما نتحدثش الان على الناس يعني عاديين نتحدث على يعني ناس اهل اختصاص اهل اختصاص نعم. لابد ان نرتقي بكل صراحه بفكرنا، لابد ان احنا الان لابد ان ان ان, أن نستنهض الفشل الذي فشل في واحد المرحله ما مش معناها راه فاشل نعم، لا فشل فقط معناها في مرحله ما، احنا الان نقولوا الان لاعب هداف الهداف اصلا ذاك لو كان اصلا كل يعني بالون جيه مرقيها لا، لكن يعني فشل كلكم تعلموا انزاغي انزاغي دائما وابدا من اكثر لاعبين على مستوى العالم الذي يقع اصلا ذات تحت طائله التسلل نعم. لكنه تصور دائما حاسب في ميلان ديما حاسب في ميلان معناها الان واستخدم المنتخب يعني لاعب صندوق بيتم معنى الكلمه بالضبط، احنا الان نقول الان هذا التنمر الذي اللي احنا الان نراه بصراحه يطال فرقنا ويطال يعني مدربنا ويطال يعني انديتنا بصراحه، هذا راه عنصر هدام
شوف الآن العظة يجمع الآن في ماذا؟ شو في مونديال 2014 في البرازيل بلد الكرة اللي هو الرقم واحد في تصدير اللاعبين في العالم. برازيل كتقول برازيل، برازيل كرة قدم، برازيل راهي كرة القدم. البرازيل تخسر أمام جمهورها وفي ملعبها 7-1 بسبعة واحد أمام يعني ألمانيا. في تلك اللحظة بالذات في عهد سكولاري هذا وقع. يعني شوف الصحافة الرياضية، الجمهور، المسيرين، والله إلى رئاسة الجمهورية كامل بالوزارة بكذا، الآن كيف لمنتخب البرازيل منظم أو دورة كأس العالم منظمة في ملعبه كيفاش الآن يخسر 7-1؟ معلش ما تقوليش الآن ألمانيا، ألمانيا قوية صح، لكن ما يخسرش بهذه النتيجة، بل ما يخسرش، ما يخسرش منتخب البرازيل. في تلك اللحظة استنهضهم الهمة وما كانش لا فيه لا تنمر لا والو. الآن من هذه السقطة كيف ننهض بالبرازيل؟ نعم ونصل للبرازيل الآن. أو ما نقولوش ونصل الآن، هو ديما واصل الآن. هل الآن أثرت عليه الآن 7-1؟ هل الآن في مسار البرازيل الآن ما زالت لحد الآن هذه تعتبر أصبحت من الماضي؟ أصبحت من الماضي، أصبحت فعلا من الماضي، لأن النتيجة ثقيلة. نحن الآن جمهورنا ولا مسيرينا أو جميع يعني كل خاصة الناس الذين هم أهل اختصاص، أنشروا الفضائل وأنشروا الإيجابيات. هذه سقطة لا يجب أن يعني نحمل شباب الوزاد ولا غير شباب الوزاد يعني المسؤولية الكاملة. أنا نقول لك الآن شباب الوزاد ما راحش الآن بهذه راح يؤدي في الوجه فقط كما قلت فقط فقط فقط, فقط, فقط هناك غياب لاعبين مثلا ذهب بوشار، ذهب مريزاق، ذهب دراوي، خاصة دراوي ومريزاق رئة وصل ميداني خلوا فراغ كبير يعني أثر أثر على الفريق أكيد. نعم نعم الهدف الهدف نتاعه أنا قلت لك المشاركة من شيء ظاهر وشيء باين يشارك حتى أداء اللاعبين فوق الميدان يعني بالضبط. خليني جينا على الموضوع صراحة هناك أخطاء في التمريرات بدائية يعني صراحة قبل أن أختم فقط سأريكم صورة زميل عندي في القناة هنا شارك في دورة المرحوم محمد العيد شويخ. كيف تقيم يعني مردود زميل تعرفوه يعني معايا في قناة التحرير؟ كيف تقيمه يعني أخ كمال رزوق الإعلامي كمال رزوق؟ كيف تقيمه مستواه في الدورة يعني؟ لا قبل ما نقيم نشوف التصوير هذه وين هي كيفاش لو راه لابسين الريال ساعه. نعم كيف تقيموا المشجره برشلونه زي ما كبر في كلمتين؟ نعم واللي يسمعها مني. نعم هذا اللاعب نعم ظهر في البدايه برشلوني بامتياز على فكره. برشلوني اللاعب ظهر في البدايه ولم يعثر له في النهايه. نعم بعد الله ولا اختفى. نعم ظهر في البدايه او يسمع او يسمع فينا اكيد ثم اختفى. نعم تفضل كمال لولا وزنه لكان فتاك في الشباك. نعم شوف فيه راهو زايد شويه في لوبوا والله ينقص الوزن ويستدعيه بالماضي يستدعيه بالماضي ان شاء الله اكيد. نعم. بحكم نعم. انه فاشل. نعم لاعب فاشل قادر يعاود يرجع يرون بريميو يعاود يرجع سما الاخ الزميل كمال كل جاب الموسم من نصير ريال يعود ناجح يعني نار يا ولا برسا كيف كيف اليوفي. نعم. تفضل والله الاخ كمال نوجه له تحيه بهذا المنبر. نعم المنبر زميل عزيز علينا يعني شرفنا بدور تغزوت بارك الله فيه. نعم. كلاعب مع فريق ويلبي النداء وحاضر في كل يعني. نعم نعم في المقابله الاولى شفنا كمال كلاعب. نعم لكن في المقابلات الثانيه والثالثه تقريبا خارج الاطار يعني شفناه كمتفرج يعني كان تقريبا ما بلعب لكن شفناه نعم. مقابله ولا ما شفناهش المقابله الثانيه والثالثه. نعم. وبارك الله فيك حيون حيون نعم حيون وجه له تحيه زميل العزيز كمال رزوق يعني يتغش علينا يعني تصدر المشهد في النهايه انا نقصر ايش منا على كل حال تحيه تحيات الزميل كمال رزوق وانا نقصر اكيد اكيد ما يتغشش علينا يعني لا لا نضحكوا فقط يعني الناس كمال رب يحفظ ان شاء نعم الله يحفظه نعم نعم ويحفظ كل المسلمين ان شاء الله. في النهايه اتوجه بالشكر للاخ عباس تاتا مسؤول تنظيم دوره محمد العيد شويخ المرحوم محمد عيد شويخ بتغزوت. شكرا لكم سيدي على تلبيه الدعوه. مشكور الاخ بشير على وتني اذا كنت وجه كلمه يعني اكيد مشكور على الاستضافه ونوجه من هذا المنبر كلمة شكر لعائلة المرحوم خاصة بلال شويخ اللي حضر معنا تقريبا في من الافتتاح وفي النهاية وكذا وكان الدعم لنا والسند نشكروه ونشكر كل اللي نظموا كل من وقف معنا في الدورة هذه ونشكر اللاعبين اللي جونا تقريبا آشي وعمور دغيش عميرات اللي شرفونا في هذه الدورة وكانوا كذلك
لعبوا مقابلة استعراضية مع قدماء نجوم الجيل الذهبي لاتحاد الجزائر، الجيل الذهبي غير محظوظ خاصة إفريقيا. وكانت مقابلة استعراضية تقريبا حضرها جمهور وحضرتها حضرها وجوه لاعبين قدماء من تقريبا من كل بلديات ومن كل ذاك. ونشكر مرة ثانية ونشكر كما نشكر كل اللي حضر وكل اللي الفرق اللي كانت معنا وكل الجمهور وكل من وقف معنا وحتى ولو بكلمة، ومشكورين وبارك الله فيك الأخ بشير. نعم على هذا نعم لا شكر على وجب نعم لا شكر على وجب. أيضا نشكر الأخ الشيخ جيلاني بن عمر مسؤول ومدرب في فريق نادي العرايبة، شكر لكم سيدي على تلبية الدعوة. وكلمة أخيرة يعني وشكر أيضا لك سي نعم بشير على هذه الاستضافة وعلى هذه السانحة. نعم. كلمتي طبعا بإيجاز الأخيرة نقول بأن فريق العرايبة احنا الآن رانا في بلاطو، نظن بالنسبة لنا الآن نقول أن الفريق من التأسيس إلى التتويج، حكينا الآن الفريق كيف تأسس أو كيف إعادة بعث الفريق من جديد حتى وصل إلى مرحلة التتويج، والأكبر منه نقول لك الآن التتويج ليس فقط على مستوى الرياضي وإنما على مستويات يعني ذات قيمة يعني نوعية أخرى ومقيمة مجتمعية. نعم. من بين القيم المجتمعية التي يعني بصراحة خلت الفريق الوقت فقط الالتفاف أو خلت التفاف يعني عديد اللاعبين على الفريق ومنهجنا، أن الفريق بصراحة ما ينتميش أصلا إلى جهة ما، ينتميش إلى حي ما، الفريق راه يتوضع عند ضوابط تتوفر في لاعب يتفضل. صحيح أن الأغلبية والأم نعم. أنهم من حي الشهداء ببلدية الوا، إلا أن يعني راهو عندنا من الصحن الأول من الصحن الثاني من 8 ماي من حتى من خارج المهم البلدية، الفريق ماهوش منكفئ ماهوش انكفائي أصلا ذات المهم، قال المهم مجموعة هذه أبدا مغلقة أبدا نعم. رانا منفتحين الذي تتوفر أي واحد قدم إضافة بالضبط، عندنا ميثاق الآن إذا كان وافق عليه الله يبارك، والميثاق هذا الآن افترض أن كل الفرق ما تكونش فقط المهم تكون عندها الصبغة الاجتماعية صبغة الاجتماعية صبغة تضامنية نعم. صبغة نعم. هذا ما كان الآن يعني نعم. أخذنا من جدودنا هذيك الإلهام فقط نعم. الإلهام والحمد لله إن شاء الله تتاح لنا إن شاء الله فرص إن شاء الله أخرى شاء الله. في تتويجات إن شاء الله نعم. مرحبا بكم في كل وقت نعم إن شاء الله أيضا شكرنا سيدي. أيضا كان معنا لاعب فريق نادي العرايبة المتوج بالدورة الأخ عز الدين ضب المدعو عزو، شكرا لكم سيدي على تلبية الدعوة. وكلمة أخيرة يعني توجه نشكرك أنت ثاني شيخ البشير على هذه نعم. الدعوة نعم. ونشكر قناة التحرير نعم، ونشكر كل المنظمين دورة تغزوت من بينهم شيخ عباس نعم، والجمهور اللي كان حاضر في الدورة، ونشكر المسيرين ولاعبين نادي العرايبة نعم التفافهم حول هذا الفريق نعم، وإن شاء الله مزيد من النجاحات. والشيء الإيجابي حضور لاعبين في هذه الدورة دوليين مثل عمور ومثل آشي وعميرات دغيش نعم، هذه حاجة ما شفناهاش قبل، يعطيهم الصحة إن شاء الله ورب نعم. وفقهم في دورات نعم. أخرى إن شاء الله نعم. شكرا لسيدي طلع لكو بعد لكو جبناها كاكا نعم لازم نعم. يطلع نعم كأس الكأس التي توجبها فريق العرايبة نعم نعم هذه الكأس نعم هذه الكأس توجبها فريق العرايبة نعم 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 هذه الكأس تشبه نوع ما دوري أبطال أوروبا تشبه دوري أبطال أوروبا نوعا ما وهذا ما قلناه نعم الأذنين نعم همش طوال يسر نعم 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 متابعي نبركلكم مرة أخرى على تتويجكم هذه الدورة. متابعي قناة تحرير حصة سكور سبور في نهاية هذا العدد تحية خاصة للمخرج السيد هذا بشير مساوي يحييكم، وإلى عدد آخر من حصة سكور سبور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.